بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من جمهور التالتة. النهارده هو الاثنين العظيم ومراجعه ليله الامتحان، والامتحان هو لقاء الاهلي وسيمبا التنزاني، لقاء الغد ان شاء الله باذن الله اللي هيكون الساعه 5 بتوقيت القاهره. النهارده عين عين عمارة وعلاء هيشرفونا وينورونا في الحلقة علشان نتكلم في كل التفاصيل. النهاردة حلقة مهمة جدا مع ملوك التحليل، ده في الجزء الثاني. البداية منين؟ البداية بدون أدنى شك هي من القلعة البيضاء، نادي الزمالك. ومباشرة معايا على التليفون الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمنوط بها عملية التسليم والتسلم فيما يتعلق بأسماء مجلس إدارة نادي الزمالك. يا دكتور عماد، أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيك ومساء الفل. مساء الخيرات يا أستاذ إبراهيم. من آخر لحظات ليا أنا واللجنة الثلاثية، الأستاذ أحمد فؤاد الوطني، كابتن أيمن شعراوي اللي هيستمر في النادي، إنما أنا والأستاذ أحمد فؤاد مغادرين بعد أن هينا آخر توقعات وأختام لمحضر التسليم والتسلم. خليني اقول لك قبل اي حاجه، شهاده لوجه الله وشهاده حق، انت رجل كنت على قدر المسؤوليه، ورغم كل ما حدث خلال الفتره الماضيه سواء من انتقادات على مستوى الاعلام او انتقادات جماهيريه، الا انه اثبت للكل مدى نزاهتك ومدى حياديتك فيما يتعلق بهذا المنصب، لحد ما وصلت نادي الزمالك للمهمه اللي وصل ليها، المهمة اللي انتهت بوجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك. والحقيقة إن ما كناش نفتكر ونتكلم في الأمور اللي شبه كده بمزيد من الشكر، يبقى احنا يبقى عندنا مشكلة كبيرة. أنا عارف إنه ناس كتير ممكن مش هتاخد بالها وهيبقى بس في دماغها وقت المشكلة ووقت الأزمة في وقت التعيين بتاع دكتور عماد البناني، ولكن هتنسى إنه الراجل سلم المهمة. حقك علينا ان احنا نقول الكلام ده وانت موجود معانا وانت كمان مش موجود معانا. انا بشكر حضرتك جدا، وده واجب وطني. الدوله مهتمه جدا بالقلعه البيضاء، التكليف اللي كان لينا متطوعين احنا دلوقتي انهيناه، بنسلم على بعض وبنستلم الصوره النهائيه لمحضر التسليم والتسلم. معانا الدكتور حسام مندول، كابتن واستاذ عمر والكباتن من مجلس الاداره، كمان نقدر نقول ان احنا دلوقتي داخل اللحظات الاخيره لعمليه التسليم والتسلم في نادي الزمالك. صوره من المحضر وهغادر النادي ان شاء الله. العوده بقى في اي استشارات او اي حاجه المجلس الاداره يطلبها مني او من الاستاذ احمد فؤاد الوطن، لان احنا فعلا حبينا هذا الكيان، بذلنا فيه جهد عشان نصل لهذه النقطة من النجاح، حاولنا جاهدين ان احنا نحول بعض الاجراءات اللي كان يجب ان تعتبر الى اجراءات مؤسسية لنادي الزمالك، وده كان موضع اثراء مني. دلوقتي في صورة بتتاخد ما بين الدكتور حسام مندوه والاستاذ احمد فؤاد الوطن، الصندوق مع المدير المالي المكلف، وانا في نفس الاجواء. انا بوصف لك، بس احنا دلوقتي انت حضرتك عايشتنا اللحظه كما لو انها لحظه تاريخيه، وهي كذلك اعتقد هي لحظات مهمه في عمر نادي الزمالك سنتذكرها، وكويس ان احنا بنوثقها مع حضرتك على الهواء مباشره يعني. والنهارده النادي شكله جميل، اعضائه يعني عندهم نوع من الارتياح الكبير، اللي عاملين فيه مطمئنين لمجلس الاداره القادم ان هم يكونوا في مناخ افضل. احنا النهارده بشكرك طبعا على كلماتك يا استاذ ابراهيم، ولكن المهام اللي بتبقى بهذا الشكل يجب ان تؤدى على اكمل وجه، لان ده تكليف تطوعي، والتكليف التطوعي بيضع صاحبه في واجب وطني عشان يقدر ينتهي. العمليه الاجرائيه او الاجراءات المتعلقه بمساله، انا اخلي الاستاذ احمد فؤاد الوطن بس يحيي حضرتك. ماشي يا فندم، يشرفني. ايوه، اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ احمد، تحياتي ليك مع حضرتك على الهواء مباشره، ابراهيم فايق في جمهور الثالثه اون تايم سبورتس 2. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني اسالك فيما يتعلق بجزئيه العمليه الاجرائيه او الاجراءات المتعلقه بمساله التسليم والتسلم في هذه اللحظات، انجاز التعبير هي لحظات تاريخيه في عمر نادي الزمالك.
لا، تم تسليم اللجنة بالكامل لمجلس الإدارة، ووقعنا كل حاجة بالكامل، والتسليم والتسلم كان في منتهى الرقي وليق بنادي الزمالك ومشجعين نادي الزمالك. ما أسأل أو ما يسأل عنه جمهور نادي الزمالك في هذا الوقت ما متعلق بمسألة المادية في التسليم والتسلم، هل هناك أمور مادية؟ هل لدى نادي الزمالك مخزون استراتيجي مادي معين، كبير ولا قليل ولا ضعيف؟ كيف هي الأمور؟ الأمور مخزون مادي ندور بيه أحوال نادي الزمالك إن شاء الله في كافة المباريات القادمة. هل نقدر نكشف عن الرقم؟ لا أستطيع، لأنها هناك سرية تداول حسابات، ولا يستطيع أحد كائن من كان يقول نادي الزمالك لديه أموال كام. طيب المسألة المتعلقة بالماديات هنا، بيحصل أنه المجلس الجديد بيتسلم الخزنة ويتسلم إن كان هناك حسابات متعلقة بنادي الزمالك؟ أنا بس حابب أقرب الصورة للمشاهد مش أكتر يعني. لا يا فندم، التسييب والتسلم بيبقى على كافة مستوى إدارات نادي الزمالك، من اشتراكات وأنشطة رياضية وعقارات وهندسية وأمن، كله بيمضي على محضر التسليم والتسلم. طيب الجزئية المتعلقة بميزانية نادي الزمالك واللي لم يتم الموافقة عليها في الجمعية العمومية، موقفها بيبقى عامل إزاي يا فندم؟ طبقا للإجراءات القانونية المتبعة بيتم إحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات لفحص ومراجعة كافة المخالفات الواردة بها، وفي حالة وجود أي مخالفات ترتقي إلى جرائم المال العام بيتم إحالتها لنيابة الأموال لتعمل شؤونها. إحنا في أنهي حتة بالظبط في جزئية الميزانية دي؟ معلش للإيضاح أكتر. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي تم تسليمها للجهة الإدارية اللي هي وزارة الشباب والرياضة. أيوة. القانون بتبعتها للجهاز المركزي للمحاسبات لتلقي التقرير لاتخاذ اللازم. طيب خليني برضو أسأل حضرتك الموقف المالي متعلق بفرق. ممكن أعرف معاك تسألني كام سؤال؟ عشان أسئلة حضرتك ما بتخلصش يا فندم، فممكن أقعد معاك لستة الصبح. ما هو يعني معلش وسع صدرك معانا شوية. طيب. معلش. لا والله أبدا، عشان إحنا من الصبح في التسليم والتسلم. معلش مش هطول عليك، هم 10 أسئلة بس في السريع جدا جدا. يا فندم معايا صديقي وحبيبي الأستاذ حسام المندوه أهو. ماشي. برضه جاهز يبقى معاك. عايز. طيب أنا هسأل بس سؤال، هسألك سؤال، ده بهزر، مش 10 أسئلة، هم 9 بس. السؤال اللي عايز أسأل حضرتك عليه فيما يتعلق بفرق اليد والطايرة والسلة وكرة القدم، الوضع فيما يتعلق بالمستحقات بتاعتهم المتأخرة، تم دفعها ولا لا؟ طبقا للسياسة المالية اللي هيطرحها مجلس الإدارة الجديد والأخذ الأهمية النسبية بالنسبة للاستعداد، فده موقف متعلق بمجلس الإدارة الجديد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. اديني بقى الدكتور حسام المندوه من فضل حضرتك. حضرتك السيد الزميل الفاضل استاذ حسام المندوه. شكرا، بشكرك طبعا شكرا جزيلا استاذ احمد فؤاد الوطن. طيب نتحول الى الدكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك. يا دكتور حسام. يا هيما ازيك؟ مساء الفل. مساء الجمال. مبروك، الف مبروك، ولحظات لحظات تاريخيه في عمر نادي الزمالك، وبننقلها للناس على الهواء مباشره، ولذلك انا بعتبرها فيها نزعه او فيها جزء له علاقه بالفرحه، انه الناس بتشوف عملية التسليم والتسلم، والناس هتعيش مع مجلس ادارة جديد منتظر محترم له كل التقدير عند جماهير نادي الزمالك. اكشف لي عن مشاعرك في اللحظات دي يا دكتور حسام. والله هو احنا يعني سعداء ان كلفنا حقيقي من الجمعية العمومية هذا التكليف. انا بقول تكليف كان قاسي قوي بفرق الاصوات الكبير، فتكليف واضح انه هو في محاسبية شديدة، وده في نفس الوقت بيحط بقى على عاتقنا عبء برضو اضافي، ان احنا الناس منتظره حقيقي الكثير ومنتظره تغيير واضح سريع. فان شاء الله كده نتمنى في اللحظات دي اللي احنا بنستلم فيها النادي، نتمنى كده احنا نكون يعني عند حسن ظن الجمعيه العموميه والجماهير اللي هي منتظره الكثير والكثير من المجلس الحالي. خلاص حضرتك استلمت صورة فيما يتعلق بنادي الزمالك، استلمت الصورة اللي بيها نادي الزمالك كده أصبح في حوزة مجلس الإدارة الجديد بكل المستندات بكل الأمور ولا لا؟ بالظبط. تم الحمد لله النهارده الاستلام والتسليم، من بكرة بقى إن شاء الله كده هنبدأ نعقد الجلسة الأولى، ويعني إن شاء الله كده نبشر الناس بالخير بإذن الله. طيب خليني اسال حضرتك، وفقا للوضع المادي لنادي الزمالك اوصفه، مش عايز ارقام، وضع مناسب.
المحضر بعد اذنك، محتاج حضرتك عشان تبني. بص احنا هو لسه مشغولين عشان بنخلص، هو كل حاجه هتعلن في وقتها ان شاء الله استاذ ابراهيم. واحنا زي ما اتفقنا كده اثناء الانتخابات ان احنا هنصالح الجمعيه العموميه بكل حاجه بخط نادي الزمالك. الجمعيه العموميه هي الاصل في النادي ومكلفه مجلس الاداره، فاحنا هنعرفهم كل حاجه، استلمنا قد ايه وعملنا ايه وكل الكلام ده، بس كل حاجه في وقتها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمنياتنا لكم بكل التوفيق ان شاء الله باذن الله، والمرحله اللي جايه في عمر نادي الزمالك تكون مرحله ان شاء الله باذن الله متميزه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك. نقلنا لكم على الهواء مباشره الاحداث كما لو انك بداخلها. مسألة التسليم والتسلم دكتور عماد البناني مشكورا كان موجود معانا في أول المداخلة، ثم الأستاذ أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، ثم دكتور حسام المندوه. اللحظات المتعلقة بمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد اللي من بكرة إن شاء الله بإذن الله يتسلم المهام، أو من بكرة إن شاء الله بإذن الله يبقى عنده أول اجتماع مجلس إدارة جديد ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه دي تكون فتره مميزه لنادي الزمالك. احنا زي ما حضراتكم عارفين انه كان من المفترض انه العمليه تحصل النهارده الساعه 4 العصر، بس زي ما انت متابع كده وعارف انه في تفاصيل كتير قوي يعني على الصعيد الانشائي وعلى الصعيد الهندسي وعلى الصعيد المالي وعلى صعيد فرق كره القدم. بس خليني اقول لك شويه حاجات مهمه في نادي الزمالك هتعرفها وهتشوفها خلال الفتره اللي جايه. هذا المجلس هو متجانس إلى أقصى درجة أنت ممكن تشوفها، وهشرح لك متجانس ليه من الكواليس. كابتن حسين لبيب وهو رئيس نادي الزمالك قبل اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي بثلاث أيام كان مرشحا على منصب رئيس نادي الزمالك. هو وكل القائمة كانت تعمل بدأب وبإخلاص من أجل المهندس أو من أجل الكابتن هشام نصر، لأنه كان هناك تنافس شديد ما بينه وما بين الأستاذ هاني العتال. إن قائمة يبقى عندها الإخلاص فتشتغل كلها لصالح فرد فيها، فتفهم إنه الناس دي متفقين وليسوا على اختلاف. مش كده وبس، إحنا بنقولها كده مش مخونين بعض. الانتخابات بيحصل فيها حاجات شبه كده كتير، انما الناس دي الخلفيه بتاعتها جايه من حته شيك قوي، راقيه قوي قوي قوي، وده اللي انت هتشوفه. يعني انا بقول لك ده اللي انت هتشوفه، اللي انت هتشوفه في المستقبل هتلاقي نادي الزمالك له اكتر من لجنه، والعمل الاداري في نادي الزمالك مهيكل هيكله واضحه انت بعينك هتشوفه، هتبقى عارف ان ده دور مدير النشاط وده دور المدير التنفيذي، وهيبقى فيه لجان سيشارك فيها كل قامات واسماء ورموز نادي الزمالك اللي هتبقى موجوده بالمناسبه. يعني اعتقد ده اللي بيهمك دلوقتي، يعني انت خد بالك انه الزمالك قدامه تحديات كتير. على فكره على صعيد التحديات الماديه الناس عندها افكار فعلا محترمه، والناس عندها افكار مش داخلين على حاجه هم مش عارفينها، هم داخلين على حاجات كتير هم شايفينها ودارسينها وبيتحركوا فيها بسرعه. فعشان كده انا بقول لك ده ليه، لانه كل اللي انا بقوله لك ده هو مبني على معلومات، مبني على كواليس كان القائمه بتتحرك فيها. بعد كده بقى انزل من الهيكله الاداريه الصحيحه والسليمه، انزل بقى للامور اللي انت بقى بالك منها او اللي انت بالك فيها بقى. طب ازاي هنتعامل في ملف فتوح؟ طب ازاي هنتعامل في ملف زيزو؟ طب ازاي هنتعامل في ملف المستحقات المتاخره؟ كل ده مترتب، واقول لك الاكثر من كده كمان مترتب له بدل السيناريو 2 و3 و4. فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله والامور تمشي بشكل كويس. سؤال حلقتنا النهارده من سبوتيفاي، من هو اول فريق يفوز ببطوله الدوري المصري؟ هتجاوب على السؤال وتكسب معانا سبيكر من سبوتيفاي، ماشي كده؟ ما هو اول فريق يفوز ببطولة الدوري المصري؟ هتجاوب على السؤال وتكسب معانا سبيكر من سبوتيفاي. طيب تعالوا تشوف بقى مين اللي فاز معانا في سؤال او في الإجابة على سؤال حلقة الأخيرة. ألف مبروك أحمد يحيى علي، اسمك وكيل لعيبة. خلاص أنت كده معدي، أحمد يحيى خلاص معدي.
عشان تبقى عشان صح يا شباب ولا ايه؟ انت معدي. فاحمد يحيى مبروك يا ابو حميد، كسب معانا سبيكر من سبوتيفاي. طيب الجوله الرابعه كيف كانت الامور فيها من الدوري المصري؟ نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. لو مش جاهز قولوا لي. ها تاني، الجوله الرابعه من الدوري المصري كيف كانت الامور؟ نتابع مع حضراتكم. شهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري إثارة كبيرة للغاية وغزارة تهديفية. أقيمت 8 مباريات في هذه الجولة، وتم تأجيل لقاء وحيد بين الجونة والأهلي بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي. تم تسجيل 27 هدفا في الجولة الرابعة، كما أن هذه الحصيلة معرضة للزيادة عند إقامة مواجهة الجونة والأهلي المؤجلة. اختفت نتيجة التعادل السلبي من 8 مباريات التي أقيمت في الجولة. هناك مباريتين شهدتا تسجيل 6 أهداف، وهي فوز الزمالك على سموحة 5-1 وتعادل المقاولون العرب مع زد 3-3. كما تعد كبرى النتائج في هذه الجولة فوز السيراميكا كليوباترا على الداخلية برباعية نظيفة. هذا وتم احتساب 5 ضربات جزاء في مباراة واحدة وكانت بين المقاولون العرب وزد. سجل زد 3 ركلات جزاء وأضاع واحدة، بينما سجل المقاولون العرب ركلة الجزاء الوحيدة التي احتسبت له. وإجمالا تم احتساب 9 ركلات جزاء خلال 8 مباريات. تم تسجيل 6 ركلات جزاء فيما هدرت 3 ركلات عن طريق زيزو وكالوشا وأحمد سمير. كما شهدت هذه الجولة رحيل ميمي عبد الرازق من تدريب فريق الداخلية. تعد هذه الإقالة الثانية بعد رحيل البرتغالي برون روماو عن تدريب فاركو. هذا واستطاع فريق فاركو تحقيق أول انتصار له في الدوري تحت القيادة الفنية لخالد جلال في أول مباراة له مع الفريق، فيما يعد فريق البنك الأهلي هو الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة منذ انطلاق الدوري. هناك 3 أندية في الدوري لم تحقق أي انتصار حتى الآن، وهي الجونة والمقاولون العرب والبنك الأهلي. كما شهدت هذه الجولة الهزيمة الأولى لفيوتشر وكانت على يد بيراميدز الذي صعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري. لسه عندنا تفاصيل كتير، ولسه عندنا اخبار كتير، ولسه عندنا الاهلي وماتشه بكره. خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل. رجعنا لحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثة، ومعانا على التليفون كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي امبيا. كابتن محمد اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الفل يا ابراهيم المحترم، اخبار حضرتك ايه؟ طمني انت ومشاهدينا كلهم يا رب، وحضرتك يا رب وكل الناس يا رب، اللهم امين. طيب خليني اسالك في البدايه، بعد المكسب الاخير امام البنك الاهلي، هل نعتبر ان هذه هي الاستفاقه الحقيقيه لامبي، هذه هي البدايه الحقيقيه لامبي ولا لا؟ اكيد طبعا، هو احنا بدايتنا النتائج ما كانتش احسن حاجه. ايوه، بس لو الماتشات لما تراجعها ابراهيم هتلاقينا ان احنا كويسين مش وحشين يعني. بس كان عدم توفيق كبير جدا، وخاصه في ماتش الداخليه، ماتش بيراميدز. يعني النتائج ما كانتش في احسن حاجه، بس انا كنت متاكد ان احنا هنبقى كويسين، لان فعلا السنه دي الفرقه مختلفه عن السنه اللي فاتت. البنى صح، الاستقرار الفني والاداري، حتى اللعيبه. فانا ما كنتش قلقان، بس طبعا اكيد مع مكسب 3 بونت من فرقه كبيره برضو زي البنك الاهلي، اعتقد دي هتبقى البدايه اللي احنا بقى نبتدي نخش معمعه الدوري زي ما بيقولوا ان شاء الله. معمعه يوم الجمعه الجايه انت هتلعب الزمالك. والزمالك جاي لك وهو كسبان سموحه 5 و فايق جدا. فايق جدا. ايوه، انا كل اللي هقدر اقول لك على الماتش ده ابراهيم ان الماتش ده هيبقى فعلا ماتش حلو. انا بوعدك ان الماتش ده هيبقى ماتش حلو، ماتش هيعجب. ماتش هيبقى حلو صدقني. يعني إيش انا اشمعنى ما هو بص، خد بالك احنا متعودين ماتشات امبي والزمالك دايما حلو، بس اشمعنى انت بتراجع على الماتش ده تحديدا ان هو بقى حلو؟ يعني هل هيبقى في مفاجآت مثلا معينه ولا حاجه في التشكيل؟ اكيد انت لا بص، هو تملي المفاجآت بتبقى اكيد المدير الفني بقى كابتن تامر، واكيد مستر سوريو اكيد بيحضروا لبعض مفاجآت. بس انا بقول ماتش حلو ليه؟ لان الفرقتين فايقين. يعني وجهه نظري ان الماتش هيبقى حلو. الفرقتين الزمالك طبعا اكيد بعد الاستقرار اللي تم، والمناسبه احب اهني مجلس اداره نادي الزمالك بقياده
وكابتن حسين لبيب يعني، وربنا يكرمهم ويوفقهم ويحط الزمالك تاني على الخريطه اللي هو متعود يبقى فيها ان شاء الله. طب ان شاء الله انا برجلهم يعني. فالماتش الزمالك طبعا فايقين جدا بعد تموتيه في سموحه، نتيجه كبيره طبعا وتقوى الفرقه. احنا الحمد لله كسبانين 3-1، فزائد ان الفرقتين انا بقول لك فيهم لعيبه كوره كويسين، لعيبه كوره يمتعوا اي حد. انا عارف دماغك انت بتحب الكوره الممتعه، فعشان ده حقيقي فعلا الماتش ده صدقني يا ابراهيم هيبقى ماتش كوره حلو يعني، انما النتيجه طبعا بتاعت ربنا يعني. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا اسالك، الماتش ده على المولين العرب صح؟ انا هو ماتشنا، هو ماتشنا بس طبعا الامن ما بيلعبش اهلي الزمالك على بترو سبورت. شو انتوا كنتوا بتلعبوا، مش كنتوا بتلعبوا الزمالك على بترو سبورت؟ الزمالك والاهلي كن لهم بيلعبوا على بترو سبورت، بس بعد الاشتراطات الامنيه الاخيره اللي هي بعد اللي حصلت دي بترو سبورت ما حطيناش لسه الكاميرات، بس بنبتدي نحطها عشان نرجع تاني نلعب الفرقه دي على. طب مش نفسكم تلعبوا في ملعبكم ولا ايه؟ طبعا ده اكيد. طب شويه الكاميرات بقى تتظبط كده. لا خلاص ابتدينا نحطها ما تقلقش. طب نبعت مناشده للاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي MP. حبيبك بقى يا ريت يعني ايه، عشان ما بشوفوش كتير، انت بتشوف اكتر مني. انا من الناس اللي انا من الناس اللي انا بحبها جدا، وهو قريب من قلبي بصراحه يعني. لا احنا بص يا ابراهيم مش عشان حاجه والله، صدقني انت كمان شخصيه من النادي MP كله بيحبها. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ده من ذوق حضرتك. طيب خليني اسالك، ناويين تعملوا صفقات جديده في يناير ولا لا؟ والله بص عشان ما يعني ما اقولش كلام برضو، احنا غالبا ممكن مش هيبقى فيه صفقات. هرجع تاني لان برضو هقول لك الاستراتيجيه بتاعتنا كابتن ابراهيم ايه. ان احنا نادي MP، احنا عمرنا ما اشترينا نجوم او مشترينا حد عشان يبقى، لا احنا ممكن نجيب حد من الدرجه الثانيه، نجيب حد صغير، نطلع قطاع الناشئين. فانا هعتبر ان احنا اشترينا السنه دي 3 لعيبه او 4 لعيبه من قطاع الناشئين، اعتقد هيبقوا كويسين. ويعني انما ممكن بقى الكابتن تامر اعتقد ممكن يبقى ليه طلب او حاجه. انتوا بترجعوا لاصول الموضوع، اصول الموضوع في MP ان هو كان بيطلع اجمد لعيبه بصراحه، فانتوا راجعين لاصل الموضوع بقى تاني خلاص. هو ده استراتيجيه النادي. انا النادي يا ابراهيم معلش انا مش بنافس على بطوله دوري عام ولا انا بنافس ان انا ابقى مركز كويس، ابقى مربع ذهبي، انافس على كاس مثلا كل 3-4 سنين. انما الاستراتيجيه الاساسيه بتاعتي ان انا ما فيش نادي في مصر اللي ما فيه لعيب من MP يا ابراهيم من قطاع الناشئين. ده حقيقي، اللعيبه اغلبيه النجوم اللي موجودين على الساحه من قطاع، فده الاستراتيجيه بتاعتنا. احنا بنحب ده، كل المنتخبات الوطنيه لازم تلاقي فيها لعيب من MP او يعني. فدي طلعت زمان المحمدي وعمرو زكي ومجدي عبد العاطي وكلها اسماء كبيره يعني، رابا ويعني وبعدين بقى المراحل بقى السنيه اللي اصغر شويه كتير يعني في الحقيقه. فاقصد اقول لك ان احنا بنحاول ان احنا نصنع النجوم ده احنا بتبقى سعادتنا. بنحب قوي الموضوع ده، بنحب قوي ما الناس تتفرج على نجم بيلعب في الاهلي، بيلعب في الزمالك، بيلعب بره في اي حته، نقول اللاعب ده احنا نادي MP هو اللي عامله يعني. فدي دي الاستراتيجيه بتاعتنا. وعشان كده كمان اللي بقول لك ان احنا ما بندعمش ان احنا ندعم عشان نوصل لهدف في الدوري، لا احنا بندعم لو في لعيب احنا شايفين انه ممكن يبقى واعد في درجه ثانيه في الناشئين، هو ده اللي احنا بنحاول. طب الحق اسالك انا السؤال ده عشان خاطر انا السؤال ده لو سالته للاستاذ ايمن الشريعي يعني هيوديني البحر، هيوديني البحر ويرجعني عطشان. لا. مش هيبل ريقي. احمد امين اوفا هيروح الاهلي ولا ما جاش اصلا اي حاجه؟ والله ما جه اي حاجه. خلاص صادق، خلاص من غير حلفان. بص ايه رايك فيا بقى؟ لا والله عظمه. ايه بقى كان قال لك مش عارف، بس انا بقول لك اهو. لا خلاص عظمه. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. انا اللي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، مساءك زي الورد. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي MP. طيب من MP الى حبيب الكل نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي عمل احتجاج رسمي ضد حكم مباراه فاركو، وكان واضح. قال لك اولا مثلا لو موجود معنا شباب نقوله، قال لك اولا عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للنادي الاسماعيلي. اللي بعده هاتوا لنا الصفحه اللي بعديها. ايوه، اولا عدم احتساب ضربه جزاء صحيحه للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الاول نتيجه لمسه يد على لاعب فاركو، بالرغم من قرب الحكم من اللعبه وتحت نظري بشهاده ورؤيه جميع الخبراء في الاستوديو التحليلي الا ان حكم الساحه لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو. ثانيا، حكم الساحه لم يقم بطرد اللاعب عبد الله بكري مدافع فاركو نتيجه عرقله اللاعب ياو النور، على الرغم من قيام حكم الفيديو محمود ناجي وهو من حكام النخبه الافريقيه باستدعائه، مما لوحظ ان هناك تعنت
من حكم المباراه لعدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الاسماعيلي راو القاسي والداني، مما افقد النادي 3 نقاط غاليه وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام. انا معايا على التليفون واحد من رموز ونجوم النادي الاسماعيلي وعضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي الكابتن محسن عبد المسيح. يا كابتن محسن اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. مساء الخير، اهلا ابراهيم. اخبار حضرتك ايه؟ لجميع مشاهدي برنامجك جمهور الثالثه. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا كابتن محسن. طيب خليني اسالك في البدايه، ايه سر هذا البيان جديد للهجه اللي اصدرتوه النهارده؟ وده يمكن مجلس الاداره الجديد ما عملش ده لاول مره اعتقد بيعمل ده. انا اعتقد ان البيان بيان محترم جدا بيحافظ على حقوق النادي الاسماعيلي، وبنقول ان الخطا اللي حصل دوت لازم لجنه الحكام تجيب حق النادي بالنسبه للاخطاء سواء حكم الفار او حكم الملعب. وبالنادي ان احنا الماتشات اللي جايه احنا نادي كبير ليه تاريخه الكبير، ما ينفعش يبقى الحكم بتاعنا اقل من انه يبقى حكم دولي. لان النادي الاسماعيلي كلنا عارفين ظروفه، ظروفه الصعبه الاستثنائيه، ان احنا موقوف قيد بنلعب بالناشئين باللعيبه اللي عندنا الموجوده، رحل عننا لعيبه اعمده اساسيه في الفرقه ومع ذلك بنشتغل على دوت. كابتن ايهاب جلال عامل فرقه محترمه زي ما انت شايف على الصوره دلوقتي، شايف واضحه جدا. ازاي حكم الفار ما يستدعيش الحكم لحاجه زي دي؟ الحكم انا ممكن يكون حق الله في الجنب، مش حق الله، حق الله دي بكل لغات العالم يعني لمسه يد، حق الله. انا بقول ممكن كابتن قمر مش شايفها لان الولد بالجنب كده مخبي الرؤيه عليه، مخبي عليها. ممكن، لكن انا بتكلم على حكم الفار بقى اللي موجود في الاوضه علشان الحاجات دي اللي استدعاه في الـ في الـ في الـ في الضربه الكره المباشره وقال له تعالى انت لا دي فيها شك ان انت لازم تطرد اللعيب، اذا يعني هو مصحصح. يعني المفروض ان دي على الاقل لازم يستدعيه، واضحه بينالتي واضح بيفقدك 3 بونت. بص الراجل رايح للجون لوحده خلاص اخر واحد، بس للامانه يا كابتن بره المنطقه، للامانه انا لسه بقول لك اهو الكره اللي انا بعرضها دي دلوقتي انا بره المنطقه. انا بتكلم على الطرد. طرد ماشي خلاص، انا كده اشتريت خلاص، انا كده بتكلم كارت احمر حتى لو هو في اخر ثانيه. مالناش دعوه، انا فاضل لا حقك تاخده مش الماتش شغال. احنا مش عايزين اكتر من حق. انا لما بطالب النهارده بحكم دولي مش عشان يحكم لي كويس، يديني حقي ويدي للمنافس حقه فقط لا غير. الاسماعيلي مش محتاج اخطاء يدفع اخطاء حد تاني. ايوه كفايه اللي احنا فيه بمنتهى الامانه، كفايه ده احنا لسه بنشم نفسنا بنقول لكابتن ايهاب عامل فرقه كويسه، احنا الجيم كله احنا اغلبيته احنا مسيطرين عليه. برضه عشان ابقى معاك، انتوا مش بتتلككوا، اللي انا شايفه قدامي ده مش تلكيك، اللي انا شايفه قدامي ده يعني انا بكلمك بصراحه كابتن محسن، ما انت حضرتك عارف احيانا الادارات بتيجي تضغط شويه تعمل شويه، لكن اللي انا شايفه قدام عيني انه لا، انت ليك حق في البيان اللي انت عامله قصاد الاخطاء اللي موجوده. بص يا ابراهيم، شايف رايح انفراد، هل في حد هيلحقه لما يعدي؟ لا. ازاي ما يبقاش كارت احمر؟ اللي انا زعلان عليه ان كابتن عمر راح وواقف اهو زي ما انت شايف قدام الفار لمده دقيقتين وفي الاخر يرجع بنفس القرار. ده تعنت، انا مش عارف هو ده تعنت. طب انتوا بتطالبوا بايه؟ اولا انا كده اخدت معاك رقم واحد انك بتطالب بحكام دوليين خلال الماتشات اللي جايه. طيب بخلاف انك طالب الحكام الدوليين، المباراه ديت هل في طلبات بعتوها لاتحاد الكره او لجنه المسابقات او لجنه الحكام ولا لا؟ انت عارف يا ابراهيم ان مفيش حاجه هتحصل بالنسبه لنتيجه المباراه، لكن انا بتكلم ان اللي اخطا يتحاسب. بص الجون بياخد، بص من عند عمر الساعي بياخد من عند رقبته كده وقع بيه ازاي. بص ايده الشمال، بص ايده الشمال وهو نازل، بص خده لورا ازاي. ايه ده؟ خلاص يقول دي تقديريه، انا هقول دي تقديريه، انا مش هتكلم ان دي يعني ضربه جزاء، بس هنا ما تستدعيش ان الفار يبعت له يجي يقول له تعالى بص عليها. صحيح، لو من الزاويه دي كمان دي ما تستدعيش. احنا ما بنتلككش لحد على فكره، تستدعي بس بنقول كفايه يا جماعه. النادي الاسماعيلي نادي كبير،
ما ينفعش كده. في أندية تانية لو حصل معاها ده أقسم بالله للجنة التحكيم دي، رئيس لجنة التحكيم ده يرحل، يرحل، مش هيكمل 3 أيام هيرحل. لو الإسماعيلي نادي كبير ويتعمل له حساب برضه، احنا بنتكلم في الإسماعيلي يعني، ويتعمل له حساب وصوته يوصل. كل اللي احنا بنطلبه حق النادي الإسماعيلي فقط لا غير. ما ينفعش النهارده ما تجيبش للنادي الإسماعيلي حكم دولي. النادي الإسماعيلي مش محتاج أخطاء أو يدفع ثمن أخطاء مش بتاعته، كفاية. عندك حق. بأمانة كفاية. عندك حق. احنا الحمد لله خلاص احنا قفلنا الصفحة ديت، وبعتنا بيان محترم ما يضايقش أي حد، بنطالب بحقوقنا نعمل حساب لازم يتعمل حساب نادي إسماعيلي الماتشات اللي جاية. بنطلب ده من لجنة الحكام، والمقصر يحاسب. صح. هو ده اللي احنا بنقوله، لا بنطالب ان الماتش يتعاد ولا بنطالب ان احنا ناخد 3 بونت، لا ده دي حاجات يعني طبعا صعبة جدا، لكن بنتكلم على حق الحق، كل واحد ياخد حقه مش اكتر من كده. كابتن محسن انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، حاجه في منتهى الادب ومنتهى الاحترام كابتن محسن. طبعا يعني هو غني عن التعريف، ومش احنا اللي نتكلم عن كابتن محسن عبد المسيح. شوف بص حجم برضو الاختلاف مفيش في الموضوع، وعنده حق بنسبه 100% على فكره. قمه الحياد ان لما تشوف الحق بعينك تقول ده حق، عشان بس ايه يعني اللي انا شفته دلوقتي الراجل بيطالب بحقوق. ما في وانا على الهوا على طول عندي حكم، وحضراتكم عارفين لو انا حاسس انه فيها تلاكيك هقول له، اقول له بس دي ما ودي ما ودي ما فيهاش تلاكيك. فالاسماعيلي له حق زيه زي بقيه الانديه، وكل الانديه لها حقوق. ايه الحقوق اللي احنا بنتكلم فيها؟ انك على الاقل تجيب الحكم وتحقق معاه وتعرف ده لا ليه. يعني انا اكيد بصراحه اللقطه مستفزه جدا بتاعت الفار، ان هو جابه الفار جابه وقال طب بص عليها. فانا ما اعرفش هو بناء على ايه التقديريه بتاعت المشهد نفسه من وجهه نظره قالت له ان الكره دي مش شرط. لكن مش احسن حاجه اللي انا بشوفه من الاخطاء التحكيم. مش يعني انا بحاول انتقل الكلام عشان مش عايز ابقى يعني امثل ضغطا ما على الحكام برضو في الاول وفي الاخر. قائمة الأهلي لمباراة الغد بمشيئة الله أمام سيمبا التنزاني، تعالوا نشوف مع حضراتكم على الشاشة. شناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف. الدفاع معلول، كريم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عبد المنعم هاني، خالد عبد الفتاح. الوسط ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، أفشة، حسين الشحات، طاهر، رضا سليم، الضو، كريستو، أحمد، نبيل كوكا. والهجوم كهربا، مودست، صلاح محسن، بيرسي تاو. والمستبعدين من القائمة، المستبعدون سيدي يا سيدي ماشي، حمزة علاء، محمود متولي، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، معتز محمد، ومحمد زعلوك. ده ما يتعلق بالقائمة. تعالوا نشوف لقاءين مع نجوم النادي الأهلي، أفشة ثم مروان عطية. منه إلى فاصل، وبعد الفاصل مباشرة مع ملوك التحليل، عين عين عمارة وعلاء، ومراجعة ليلة الامتحان. ماتش اللي هناك كان ماتش كويس وماتش كبير، وانا اعتقد ان احنا قدمنا ماتش كبير جدا، نتيجه ايجابيه 2-2، وان شاء الله بكره ما عندناش اي حاجه تاني ولا اي تفكير تاني غير ان احنا نصعد باذن الله. يعني انا اسف، يعني انت مش من حقك انك تقول على لعيب يضيع او ما يضيعش، دي حاجه مش بتاعتك، بترجع للمدرب. المدرب هو اللي يتكلم وهو اللي يقول مين ضيع ومين ما يضيعش، هو اللي يعدل مش اللعيب. المدرب هو صاحب القرار في كل حاجه يعني. بس احنا ما ضيعناش، ضيعنا هناك فرص او كل حاجه، لكن زي ما ضيعنا زي ما جبنا. لكن هي الكرة كده، لازم توصل ولازم تضيع ولازم تجيب، مش دايما هتجيب ومش دايما هتضيع يعني. بس فان شاء الله بكره في القاهره هنا تكون الدنيا كلها معانا، ويكون معانا الحظ ان شاء الله ونصعد. طالما لعبت في الاهلي لازم تستحمل، لازم تبقى راجل، لازم تبقى عندك شخصيه بتاعتك، لازم تبقى لعيب كبير، لازم تفكر في حاجات كتير، لانك انت في السنه بتلعب ماتشات كتير، بتلعب لا يقل من 60 ل 70 ماتش. فحته الروتيشن والحاجات دي كلها برضو مش بتاعتي ولا بتاعت اللعيبه، دي بتاعت المدير الفني، هو صاحب القرار فيها يعني. بس فاحنا كلنا بنبقى مستعدين وكلنا جاهزين، وكل واحد بيبقى نفسه اللي هو يبقى موجود ونفسه ان هو يلعب على طول عشان يحقق حاجه ويعمل حاجه لنفسه والنادي الاهلي يعني. اكيد طبعا
سيمبا كان ماتش صعب جدا، ما كانش ماتش سهل، كنا رايحين مركزين مستعدين بشكل كويس، بس هو الماتش كان ماشي بشكل كويس وسيمبا كان عامل جيم كويس واحنا كنا عاملين جيم كويس، والحمد لله يعني قدرنا نطلع بنتيجه ايجابيه، والحمد لله يعني ان شاء الله نعوض بكره باذن الله، والشوط الثاني هيبقى في مصر بكره هنا ان شاء الله نتاهل باذن الله. لا اكيد طبعا ما ينفعش تفكر في اللي جاي وانت لسه عندك ماتش بكره، لازم تكسبه طبعا قبل ما توجه سان داونز، وانت برضو انت عارف سيمبا فرقه تقيله وما فيش حد ضامن ان هو يكسب او ضامن ان هو يخسر، الماتش هيبقى صعب وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونركز وبنفكر الماتش بماتش باذن الله يعني. اكيد طبعا اكيد طبعا يعني احنا عندنا في الموسم حوالي 60-65 ماتش، اكيد طبعا ما فيش لعيب هيلعب ال 65 ماتش كلهم، فاكيد طبعا هيريح وهيلعب وهيريح وهيلعب، واكيد طبعا الروتيشن ده حتى كان موجود من السنه اللي فاتت، ان شاء الله يعني باذن الله اللعيبه كلها اي حد في الملعب بينزل بيأدي زي اللي بيلعب، زي ما هو قال برده ما فيش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي، كلنا واحد وكلنا فرقه واحده وبنساعد بعض يعني ان احنا نبقى في الملعب بشكل كويس ونكسب ونشرف النادي ونشرف الجماهير الحمد لله يعني. وجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثه، وجي معادنا مع ملوك التحليل، فخلوني ارحب بنجومنا اللي مشرفنا ومنورنا النهارده. استاذ علاء اهلا وسهلا بيك. ازيك يا ابراهيم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. يا رب دايما. ملك الارقام والاحصائيات، عامل ايه يا عم عمار؟ ازيك يا ايمن؟ كله حلو؟ كله الحمد لله بخير. طيب احنا في مراجعه ليله الامتحان هنتكلم على مباراه الاهلي وسيمبا، وهيبقى عندنا جزء هنتكلم فيه عن مباراه الزمالك. عزيزي المشاهد، فخليني ابتدي معاك يا عمار باديني عنوان لمباراه الاهلي وسيمبا، مباراه الغد، واحنا واضعين في اعتبارنا المباراه اللي فاتت. طيب العنوان اللي في دماغي حاليا وفقا للمباراه اللي فاتت تحديدا، يعني ان سيمبا محظوظ انه خرج بالنتيجه دي الحقيقه، لان كولر ادار المباراه او الشوط الاولاني كمان تحديدا ببراعه شديده جدا جدا، بقى متمرس بدرجة تدعوك للإشادة جدا بالراجل ده، لأن دي تاني سنة ليه في أفريقيا، هو أول سنة اكتسح كل حاجة وخد أفريقيا تماما، ولكن الفكرة كلها الاستمرارية دي دايما بتبقى أصعب من أن أنت توصل بس للقمة أو توصل لحتة النجاح دي. فاللي بيعمله مارسيل كولر هو استمرارية الناس ممكن تشوفها اعتيادية أو الناس ممكن تشوفها حاجة سهلة حاجة طبيعية، بس الحقيقة أن أنت لو جيت دايما تراجع نفسك شوية وترجع الشريط لورا، الأهلي السنة اللي فاتت في بداياته في أفريقيا والأهلي السنة دي، لأ في تطور كبير تقدر تلمسه. الأهلي بقى عامة عنده أكتر من مفتاح لعب، بقى عنده أكتر من حل. والنهاردة أنا باني تحليلي تحديدا كمان لما نخش في الحالات على نقطة مهمة جدا، إزاي لما تلعب بأقوى ثلاث حلول عندك في تحديدا في الطلوع بالكورة، محمد عبد المنعم، علي معلول، ومؤخرا كمان بقى إمام عاشور، دول يعني قوة غير طبيعية. يعني هاخد كمان من تصريح كابتن عادل مصطفى بيقول لك اكتر من 50% او 70% من قوة النادي الاهلي، وده 100% لازم تتفق على ده. ثلاث لعيبة او اتنين منهم على الاقل السنة اللي فاتت، واحنا لسه ما رحناش بعيد الموسم اللي فات تحديدا، ما لهمش بديل. محمد عبد المنعم ما بيطلعش بالملعب، علي معلول ما بيطلعش في الملعب الا للشديد القوي. صحيح. ايا كان مين البديل. فاذا اتنين زي دول انت بتلعب مع في ربع نهائي في بطولة جديدة مع فريق زي سيمبا، وخصم مش سهل، البطولة دي كلها هم 8 فرق، فأي خصم فيها في أفريقيا تحديدا هيبقى صعب جدا. فإن أنت تلعب بالتلاتة دول من غير التلاتة دول وتبان بهذا الشكل وتعمل كل حاجة، يعني أنت تحديدا في الشوط الأولاني أنت ضيعت ورحت وعملت كل حاجة وعندك فكرة طبقتها ببراعة شديدة جدا، سيمبا بس ما تخلقلوش غير فرصة واحدة، فإذا ده تمرس وحنكة كبيرة جدا. نقطة تانية بس اللي لازم نشيد بها الراجل ده، إن الراجل ده في وسط ما هو بيحافظ جدا على نجاح الأهلي وإن هو سعيه للبطولات وطبيعي إن هو واخد تدعيم وصفقات كتيرة، ولكن بيطلع لك من قطاع الناشئين، يعني ما تستهونش أبدا ببداية كوكا وكريم الدبيس أساسيين في مباراة زي دي. صحيح. دي جرأة كبيرة جدا من الراجل، ويعني لينا برضو واقفة مع كريم الدبيس إن الراجل تقريبا كتب شهادة ميلاده في المباراة اللي فاتت يعني. علاء اتفضل.
يعني مش هزود كتير على اللي عمارة قاله. هي مباراة ممكن نحطها في عنوان واحد بس، ان هي مباراة كانت متذاكرة كويس. كولر كان مذاكر سيمبا كويس ومذاكر نفسه كويس كمان، يعني هو اشتغل على حاجات تخص الفريق نفسه ودي حاجة هنشتغلها في الحالات. وفي نفس الوقت سيمبا كمان كان مذاكر قالي كويس، ودي كانت مباراة بصراحة يعني عنوان واضح جدا، كل حالة بنشتغلها كل دقيقة بنتفرج عليها في المباراة بنكتشف قد ايه انه ده كان مبني على حاجة قديمة عند سيمبا او حاجة قديمة عند الاهلي، حاجة الاهلي اشتغل عليها على نفسه او حاجة الاهلي تفاداها قبل كده. فالمباراة كانت متذاكرة كويس، شفنا حاجة بصراحة قد تكون ما كانتش يعني التوقع ما كانش يكون الرقم الكبير ده، وان الاهلي يهدر الكم ده من الفرص. بنتكلم في 8 فرص تقريبا كبيره الاهلي ده اهدرها في المباراه دي، فرص اسهل بكثير مما يتوقع البعض. لكن في النهايه برغم كل ده هي المباراه كانت جيده، اعتقد الاهلي استفاد منها كتير جدا وهيشتغل عليها كتير، خصوصا في النقطه اللي عمار قالها ان هي نقطه اساسيه جدا، انه ازاي تقدر تخش مباراه مهمه جدا خروج المغلوب في غياب عنصر اساسي مهم جدا زي علي معلول وعنصر زي محمد عبد المنعم. وبالتالي اظن انها كانت مباراه يعني تستحق ان احنا نعتبرها حاله تدرس او تدرس بشكل كويس عشان نعتمد عليها في اللي جاي ان شاء الله. خدونا للتفاصيل، يلا بينا على الحالات. النقطه الاساسيه كان اول تحدي بالنسبه لمارسيل كولر، اي حد خلاص بيراجع النادي الاهلي او بيذاكر النادي الاهلي خلاص الاهلي بقى فريق بيحضر من ورا، ودي حاجه كلنا خلاص متفقين عليها جدا مفيش اي فيها مشكله. فالطبيعي ان انت لما تروح تلاعب اي فرقه هتبقى عايزه تضغط عليك بشكل عالي جدا بحيث انها تدمر مفاتيح لعبك تماما، او مرحله البناء اللي انت بتحاول تطلع فيها بالكوره تدمرها لك تماما، وبالتالي تبقى بتشكل خطوره عليك او بتشكل قلق كبير جدا. الحقيقه ان كولر عمل بلوت تويست كده جميل جدا، يلا. ما عندوش محمد عبد المنعم، ما عندوش علي معلول، ما عندوش امام عاشور، اذا هعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها تحفيز المنافس للضغط. هو طبعا مش بال لا اشرح لنا بالحالات، نشرح بالحالات. تعالى نتفرج على طول من الدقيقه 37، الاهلي مش هيعمل مرحله البناء بتاعه الكوره او التطور بتاع الفكره نفسها، هيفضل يعمل السايد عشان يودي بيرسي تاو او رضا سليم مباشره او اليو ديانج تحديدا لاقرب منطقه ممكنه بعيده في نص ملعب الخصم على طول. لو شفت لو يعني لو عدينا كمان رجعنا تاني للكوره، عايز تقول لي انه الاهلي طريقه التحضير دي مقصود بيها؟ عشان مقصود 100%. بص اشاره مارسيل كولر تمام، يعني دي اول اشاره لي، ايوه على طول انا عايز على طول لعب مباشر على طول، مش عايز احضر في منطقه النص، لان كوكا طبيعي لو شفت بص كوكا مرمي في حضن الاثنين وتمام ما عندهمش مشكله، هتلاقي تاو دايما جاي عشان ياخد المان اللي معاه، تاو مش عايز يستلم ولا يعمل مرحله بناء لا خالص. انا مش عايز اطلع الكوره ببص من نص ملعبي، انا عايز اسحب سيمبا عندي في نص ملعبي واعمل واحده طوليه، ادي الطوليه على طول، هتلاقي اليو ديانج لوحده بقى هنا وتاو اللي عمل له المساحه دي. دي طريقه الاهلي في الماتش ده تحديدا، في الماتش ده تحديدا ماشي. بس فانت لسه مش هتبقى مدرك قوي الفكره، ولكن أيوة. مره حاله مع حاله هتوريك الفكره كلها. رامي ربيع هنا بص، مع ان كوكا فاضي مع ان ديانج فاضي، انا عايز ادي على طول رضا سليم، اودي الاجنحه بتاعتي عشان اعمل اكبر خطوره ممكنه في المساحات اللي زي كده على طول، لعب مباشر باقل عدد من الباصات، انا عايز اوصل للمرمى مش عايز اعمل مرحله بناء في اللعب. بص سيمبا بيضغط عليا كتير. أيوة ممكن اسالك ده سببه ايه يا محمد؟ الزحمه اللي عاملها سيمبا في نص الملعب؟ طبيعي سيمبا بيضغط عليا عالي فانا هعمل ايه؟ بص هنا بص الاشاره دي هتقول لك كل حاجه. طب ما هو عامل الطوليه في ظهره. بص مارسيل كولر هو موافق، الراجل اهو شايف بيسقف لهم تمام. انا ده اللي انا عايزه بالظبط. أيوة. حتى لو ما ظبطتش دي هتروح بقى للفرص اللي هترجم لك اللي انا كل ده بقوله، وهتلاقي الموضوع بيتطبق لك بالشكل اللي انت عايزه بالظبط. بص من الشناوي لياسر ابراهيم، ياسر مدرك المكان اللي معاه، واحده على طول طويله طبعا في سذاجه جدا من دفاع سيمبا، ولكن رحت بالثلاثه وكانت اخطر فرصه للنادي الاهلي في الشوط الاولاني اللي ضيعها كهربا بغرابه شديده جدا. هتروح للي بعدها كمان نفس الفكره على طول، هتروح لحاله ضربه الجزاء محمد هاني، هو على طول تاو كان واخد المان معاه، ديانج بقى عنده منطقه الجزاء وعمل ستايل لعب يعني بالظبط كده. انا هلعب في المباراه ديت على الكرات الطوليه من غير تحضير في نص الملعب. عشان ليه؟ عشان ما عنديش اللعيبه اللي بتطلع بالكوره او اللي بتديني الحته دي بالشكل صح، فانا استخدمت الحاله دي عشان موقف المباراه، وده مدير فني بيعرف يدير جدا الادوات اللي معاه. انا اشتريت على فكره. انت اشتريت على؟ اشتريت. يعني مقتنع؟ مقتنع. ما يعني مش ممكن يكون في اي اسباب تانية بخلاف ان هو يعني هو دلوقتي عماره بيقول لك ايه؟ طب لو كملت الحاله دي بس ثانيه، هو بيقول لك دلوقتي انه علشان ما عندوش امام عاشور في نص الملعب، ما عندوش اللعيبه اللي ممكن تدور المكنه جوه في نص الملعب، هنلعب الطول. هل هو ده السبب الوحيد ولا ممكن يكون في سبب تاني؟
قد يكون هناك اسباب ثانيه بس ده اوضح سبب بالنسبه لي، لكن مش هيكون ده الحل الوحيد. هو ده بقى الحاجه اللي انا مش مقتنع بيها، ان انا شايف انه كان في حلول ثانيه، وده اللي ياخدنا للفقره اللي بعدها. احنا بدانا نتوقع اسئلتك دلوقتي، خلي بالك، وبنحط بقى ايه مبسوط. بنحط حالات استباقيه، خلي بالك يعني عظيم. احنا بنحضر عظيم. فاحنا دلوقتي شفنا انه الشكل بتاع الاهلي كان معتمد على طريقه الضغط بتاعت سيمبا. سيمبا بيضغط بشكل كويس بالمناسبه، بشكل مش معتاد ان الاهلي بيقابله كتير. يعني سيمبا بيضغط، لما نتفرج على الحاله دي حاله عمر شرحها. الاهلي عمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين نشوف ايه الحلول الثانيه اللي ممكن تكون قدام النادي الاهلي. الحاله دي حاله ضغط من ضربه مرمى، وخلينا اقف هنا دقيقه واحده بس عشان نوضح انه في فرق بين حاله الضغط العالي اللي من ضربه مرمى وحاله الضغط العالي اللي مش من ضربه مرمى. ده بيكون ليها اسلوب وده بيكون ليها اسلوب ثاني خالص. ماشي. بس دي نقطه مهمه جدا عشان نشرح انه الشكل المتقدم جدا بتاع سيمبا ده مش هتلاقيه كتير، مش دايما بيكون طالعين ده عشان في الكره ضربه ثابته يعني. بالظبط، عشان في ضربه مرمى فاللعيبه طالعه ضغطه بشكل مختلف عن اللي بتضغطه في العادي. بس الواضح الشكل الباين جدا واكتر حاجه واضحه هو التمركز بتاع الراجل رقم 10 ده اللي هو بيقفل زاويه التمرير من رامي ربيعه لكوكا، والتمركز بتاع الراجل رقم 17 اللي لو كانت الكره راحت لياسر ابراهيم هيقفل زاويه التمرير برده لكوكا. ماشي. والحاجه الثانيه برده الواضحه جدا انه الاجنحه بتاعه سيمبا قافله على الباكات بتاعه الاهلي. مزبوط. على كريم دبيس شمال. مزبوط. وعلى محمد هاني يمين. لما نكمل اللعبه دي هنكتشف انه الاهلي عمل الحاله اللي عماره كان بيشرحها. بس انا دلوقتي عايز اسال سؤال. طب لو ما لهاش صرفه، لو فعلا شفنا كذا بص، ده الباصات كانت الفكره كانت واضحه وده كولر كان عايزه، بس احنا شفنا انه مع تكرار الباصات ما كانتش بتروح بالدقه الكافيه. اتخلق منها فرص، بس في النهايه انا وانا في القاهره هنا عايز اسجل اكتر، فبالتالي عايز اوصل بوضعيه اريح شويه. فاحنا حبينا نقول انه اسلم حل ممكن يعتمد عليه الاهلي في الحاله اللي زي دي حاجه جربها توتنهام قدام مانشستر يونايتد، وهي استخدام الباكات او اللي هو الباك اليمين والباك الشمال في ان هو يكسر ضغط الفرقه اللي بتضغط عليا بالشكل الفلاني. لا خلينا نتعادل لك بقى. نتعادل بقى. نبص على اللعبه دي، من ماتش مانشستر يونايتد وتوتنهام الموسم ده. مانشستر يونايتد وتوتنهام، اللي بالابيض ومانشستر اللي بالاحمر. وتوتنهام دلوقتي بيحاول يكسر الخط الهجومي اللي معاه والضغط اللي بيتعمل عليه من مانشستر. حلو جدا. مهم قوي نبقى عايزين نعرف توتنهام بيعمل ايه. توتنهام عايز يدي اكبر مساحه وقت للاثنين السنتر باكات بتوعه او الاثنين المساكين بتوعه من غير ما يضغط عليهم بسهوله. فبيستخدم مين؟ بيستخدم الناس اللي احنا عاملين عليهم ايه السبوتات دي. الناس دي الباكات، يعني رقم 23 ده الباك اليمين ورقم 38 ده الباك الشمال بتاع توتنهام. الناس دي واخده الاجنحه بتاعت مانشستر يونايتد وداخله بيهم لجوه الملعب. ده بيفضي مساحه على الاطراف، يا اما الجناح ينزل يستلم مره واحده. لما نكمل بقى اللعبه بص كده هتلاقي ان الراجل برونو رقم 8 بتاع يونايتد ده علشان يروح لرقم 37 بتاع توتنهام محتاج يمشي مسافه طويله، فبالتالي الراجل ده عنده مساحه ياخد القرار. لما ترجع لحارس المرمى هتلاقي ان الراجل رقم 17 اللي هو المساك الثاني عنده مساحه كبيره ياخد القرار. لعبه القطعه ناقصه دايما. بالظبط كده، قطع اللعيب الحر. ازاي تفضي اللعيب الحر؟ نكمل بقى اللعبه كمان عشان هي دي اهم حاجه. لما راحت عند الراجل رقم 17 اللي هو روميرو بتاع توتنهام، الباك اليمين بتاع توتنهام قدر يلاقي مساحه في نص الملعب اللي هو فضاه بنفسه، اللي هو كان مليه بنفسه، هو كمان فضاه. هو اللي فضى المساحه. النتيجه النهائيه بقى نجري بالصور عشان نوصل للنتيجه النهائيه اللي الاهلي بيحاول يوصل لها. هنفترض ان صار ده لعيب وسط ملعب بتاع توتنهام. احنا هنفترض ان هو اليو ديانج. ماشي. لما الكره يستلمها صار ويطلع على الباك اليمين، بص مين بقى اللي لوحده قدام. كمل الصورة اللي بعدها. ده الجناح بتاع توتنهام. الجناح ده هنا عليه بيرستاو يعني. نفترض ان هو بيرستاو. الجناح ده هنا مش بس في مساحه خطر، ده في مساحه خطر ودفاع مانشستر يونايتد ناقص واحد اللي هو لوكشو اللي هو اللي قدامنا رقم 23 ده. وبالتالي استخدام الباكات او استخدام الباك اليمين والباك الشمال في ان هم يغيروا المكان اللي بيبداوا منه الهجمه، لانه دايما في مكان اللي احنا بنبدا منه اللعبه. لما نغيره بدل ما احنا بنفتح على طرفين الملعب نقف جنب رامي خط التماس نخش في قلب الملعب، ده بيجبر الاجنحه بتاعت الخصم انها تغير مكانها. وبالتالي بدل ما هو بيحاول يقفل على زاويه التمرير عند الباك، انا فتحت زاويه التمرير للجناح غصب عنه على الطرف. صحيح. في المساحه اللي انا اصلا عايزها علشان هجمها. دايما في لعيب عندي زايد. بالظبط. هل اللي احنا بنقوله ده خيال علمي؟ حاجه بتحصل في انجلترا بس. الاهلي اصلا في الماتش ده في حاله من الحالات وصل بيها بنفس الشكل. نشوف بقى ماتش الاهلي. بس هنا انا ملاحظ ان الكره دايما على الارض. بالظبط، مفيش ولا واحده طوليه. ما هو ده اللي انا بقول لك، الحل البديل هو ده. حل مختلف تماما، حل مختلف كليا. بالظبط، يعني كولر عمل الحل ده في الماتش اللي فات، احنا بنفكر في الماتش اللي جاي. مظبوط. خصوصا ان الماتش الجاي متوقع يرجع علي معلول، وبالتالي لما تدخل علي معلول في القلب بنسبه كبيره ممكن. بالظبط، بنسبه ما يعني. تعال بقى نبص الحاله دي. الحاله دي هنلاقي ان محمد هاني بدا اللعبه اصلا من القلب. بص بقى، لما محمد هاني يبدا اللعبه من القلب، لما تكون الكره، لما الكره تكمل وتروح عند بيرسي تاو. بص بيرسي تاو اللي هو في اخر الصوره تحت خالص لسه هربان ده، هي هنا الكره بص على الارض اهو راحت لمحمد هاني. بص المساحه الخطيره دي. بص بقى بيرسي تاو، لو محمد هاني طلع الباص سليم في نفس المساحه اللي كنا بنتكلم فيها، انه الجناح بتاع النادي الاهلي هيكون مش بس في موضع خطير، ده في مساحه ضخمه جدا ودفاع الخصم ناقص منه واحد. نكمل اللعبه كمان بقى. وقف هنا معلش انا اسف، وارجع الكره عند رامي ربيعه.
رجعها عند رامي يعني رجعها عند رامي ربيعه رجعها عشان هنا عشان رامي ربيعه يودي الكره لكريم الدبيس احتاج يرفعها فوق من على الارض صح؟ أيوة. لما كل ما الكره هتعلى من على الارض كل ما تاخد وقت اطول خدت وقت اطول عشان توصل في فرصه اكبر ان انا ادافع ضدها ولذلك زي ما انت قلت الملاحظه مهمه جدا طول ما الكره على الارض في فرصه اكبر ان انا اقدر اخترقهم اسرع بكتير وبالتالي المكان بتاع كريم الدبيس لو مختلف الراجل مش هيعرف يضغط على رامي ربيعه بالشكل ده فبالتالي رامي ربيعه معاه وقت اطول لو محمد هاني مكانه مختلف فبالتالي ياسر ابراهيم كمان معاه وقت اطول بالتالي فرصه اكبر للاهلي في ان هو يطلع بالكوره احسن بكتير من اللي كان حصل الماتش اللي فات بس ده كلام عظيم ومش خيال علمي مش خيال علمي احنا حبينا نثبت انه مش خيال علمي انه حصل بالفعل لو كملت الحاله دي لاخرها بص بص بتبقى جايه بص لحد الاخر محمد هاني المفروض كان يكمل اشاره كابتن سامي قمصان لو كملت عليها اشاره كابتن سامي قمصان ما اعرفش هي دي كامله ولا لا 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 عندي في اخر حالاتي اشاره كابتن سامي قمصان لكريم الدبيس الوحيد اللي ما كانش عارف عنده الدقه شويه ان هو يطلع الكره دي لعيب لسه صغير طبيعي فانت دايما هتشوف مين اللي كان بيلعب الطويل دايما سواء ياسر او رامي او هاني طيب انا دلوقتي انت شرحت الاهلي عمل ايه واللي انت بتقوله بتقول ان الاهلي ممكن يعمل كده هل بقى الاهلي متوقع انه يعمل كده بكره في ماتش بكره ده تحديدا ولا هيعتمد نفس الشكل اللي اعتمده في ماتش الذهاب ده سؤال اجاوب لا لا ماشي لا الشكل هيبقى مختلف تماما بمنتهى البساطه اللي انت هيرجع لك اثنين او ثلاثه ممكن على الاغلب سواء محمد عبد المنعم معلم معلول دول اقرب ان هم كده كده يبقوا موجودين فبالتالي مرحله البناء عندك هتبقى زي ما هي ما عندكش فيها اي مشكله خالص فهتبقى على الارض فهتبقى على الارض طبعا وطريقه لعبك زي ما هي تاني احنا اللي احنا شرحناه ده دي طريقه لعب كولر انقاذا للموقف اللي على ارض الملعب بالنسبه له مزبوط. مش عايز يحط ديانج ولا كوكا ولا قفشه يبقى لوحده بس كده في حته الطلوع بالكوره خاصه ان سيمبا بيضغط عليا في ملعبه فمش عايز يحط اللعيبه تحت ضغط بيدير ازمه يعني وفي الاخر بس لو جيت بصيت على الشوط الاولاني الراجل نجح ولا ما نجحش هو ما نجحش بالقدر اللي ممكن تشوفه سوبر ولكن هو راح بكل الفرص بالظبط واحنا شفنا فرصتين منهم واحده جت ضربه جزاء والثانيه كانت اخطر كوره اللي ضيعها كهربا بالمناسبه هي دي قيمه كولر انه كولر مش خيال علمي يعني كولر مش بيشطح بخياله هو عارف ادواته يعني هو عارف ادواته فين جدا. هو عارف الوضع تحت ايديه ايه بالظبط وهو قادر يدير الادوات اللي تحت ايديه فبالتالي الادوات اللي تحت ايديه دي لما بتطلع ناتج بالنسبه للناس ممكن يكون مش ضخم بس هو عارف ان الناتج ده هو اكبر حاجه ممكن يحققها ولذلك هو ده النجاح النجاح مش انك تعمل حاجات فوق الخيال لكن انك تحقق اكبر نتيجه وفقا للادوات اللي تحت ايديك بالنسبه للي كولر عمله حقق اكبر نتيجه فرص كبيره جدا وفقا للادوات اللي كانت متاحه وقتها في الماتش ده متشكرين يا بشوات والله لا لا انا مبسوط ربنا يخليك لا في شويه شغل حلوين النهارده طب خلونا نروح لفاصل بقى لان ده كلام عظيم وبعدين نرجع نكمل كلام يلا طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه لسه مستمرين معاكم في مراجعه ليله الامتحان وفي شغل حلو قوي 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 معمول على لقاء الاهلي وسيمبا النهارده مع ملوك التحليل عماره اتفضل كمل بقيه حلقتك طيب احنا هنتكلم عموما عن الاهلي اول بعدين هيبقى لينا وقفه مع سيمبا عشان بس الناس تبقى عارفه احنا هنفصص ده وهنفصص ده ماشي. احنا اتكلمنا على تحضير الاهلي ارجو ان انتوا تسرعوا اعقاقه بما لا يعني يضر الحالات وفي نفس الوقت نقول كل حاجه عيني حاضر احنا اتكلمنا على تحضير الاهلي عموما بس ده مش السلاح الوحيد للنادي الاهلي الاهلي معروف اسلحته الضغط اللي بيعمله دايما على الفرق عشان يجيب الكره على طول الضغط العكسي اللي هو انا لما افقد الكره في نص ملعب الخصم اجيبها على طول فدي نقطه مهمه جدا ودي كانت الاسلحه اللي شغاله مع النادي الاهلي واخيرا اخر سلاح هو التحول والتلات اسلحه دول تحديدا كولر لا يستغنى عنهم ايا كانت مين العناصر الموجوده ولكن احنا الكليب اللي معانا النهارده ده هتبيع لنا ايه بقى في الفكره دي كريم الدبيس الحقيقه كنت لازم اعمل هايلايت عليه شويه لان الراجل ده عمل مباراه حقيقي كتبت شهاده ميلاده لاسباب بسيطه جدا هي الجراه والشخصيه بعيدا عن اي شغل فني او اي شغل تكتيك يلا بينا ولكن اللي عمله كريم الدبيس تحديدا هو اللي كولر طالبه بالملي من كل اللعيبه بتاعه النادي الاهلي تعالى نبدا ونشغل الحالات وهتشوف كريم الدبيس في الضغط على كل ما في دي اللقطه اللي انا بقول لك عليها بص هنا كابتن سامي قمصان بيقول له كريم لقدام يا كريم عشان كريم ساعتها هو اللي ما كنا في الحاله اللي فاتت ده كنت بقول لك عليها الوحيد اللي ما كانش بيلعب على طول تعالى بقى نشغل الحالات الجديده بتاعت كريم الدبيس وهنا الضغط بتاع بص الاهلي هنا بيضغط منين
كل اللعيبه، هتلاقي محمد هاني على الخط، وهتلاقي كريم الدبيس هو اللي رايح يقطع الكوره، كوكا اللي قطعها طبعا ببراعه شديده جدا، ولكن كريم كان متيقن جدا للكوره، والكوره دي خلقت واحده من الفرص الخطيره جدا للنادي الاهلي. هتلاقي ان السلاح ده فعال بالشكل ده على طول، بيترجمه لك مباشره بكل الحالات الخطيره للنادي الاهلي. مين ده برده؟ كريم الدبيس، قطعه مهمه جدا. بص الثقه والشخصيه اللي كمل بيها، ما خلصش من الكوره على طول زي ما بيقولوا، لا ادى كهربا في المساحه وضاعت تاني اخطر فرص النادي الاهلي. بص كريم كان مكمل فين؟ كهربا فسحه فسحه حلوه جدا الفسحه، ولكن يعني الفينش كان لازم 100% يبقى افضل يعني من كده. بص لحد رايت الكورنر بس ما فيش بقى نفس الكوره برضو. هتلاقي بص كريم متيقن، كمل بالكوره عادي بحالتها الطبيعيه، كريم متيقن قطع الكوره. وعلى فكره هو اكتر لعيب في النادي الاهلي طوال المباراه قطع الكوره، واداك تاني واحده من الكرات الخطيره جدا اللي، وكمل هنا بالزياده دي، مهم قوي الزياده الهجوميه اللي بيعملها دي. فاذا كريم كان في اللقطه دي رائع. نقطة تانية اللي هتدي كولر مفتاح جديد، بص هنا كريم لما، معلش نرجع الحالة دي بالاول عشان دي مهمة جدا، اخترق له خطين ثلاثة. احنا هنا بقى بنعمل ايه؟ احنا كان اتكلمنا ان الاهلي اتعود ان هو عايز يحضر، بس نقف ثانية واحدة، يتحضر في المباشر، مش عايز يحضر على الارض. هنا رضا سليم موجود وراجل قافل عليه، مين اللي المفروض يظهر هناك؟ قفشه، وقفشه اللعيب الوحيد في الملعب اللي ما تلعبلوش لعب مباشر، تلعب لديانج، تلعب لتاو، تلعب لرضا سليم، ولكن قفشه هو لازم يبقى نازل لك تحت. فانت عندك ديانج وعندك كوكا، الراجل كان عامل ايه؟ الحل الفردي، ودي مهاره لعيب، فدي نقطه مهمه جدا وعايزه ثقه وعايزه شخصيه زي ما قلنا. نكمل بقى في الحاله، هتشوف الكره دي هتروح فين؟ لواحده من اخطر فرص النادي الاهلي طوال الشوط الاولاني. ادى القفشه في المركز اللي بيحبه، في المكان اللي بيحبه، عشان كده قفشه ادى لبيرسي تاو، وضيع واحده من اجمل الكرات اللي كان ممكن تخلص القصه كلها. وهنا في الاخر دي حاله واحده بس بترجم لك عليها شغل الراجل، لانها كررها اكتر من مره في الواحد لواحد، كان رائع في اجنحه سيمبا، ما اخترقتش تماما الراجل ده طول المباراه، فادى مباراه عظيمه جدا، كانت شهاده ميلاد الراجل اللي اداها له بثقه، وهو الراجل حافظ عليها. نتمنى استمرار ان شاء الله في اللي جاي. ماذا لديك؟ نبدا بقى ناخد ان شاء الله سيمبا شويه. يلا. وانا في العنوان بتاعي قبل ما نبدا شغل الحالات الفنيه قلت لك واضح ان المباراه دي متذاكره كويس. فيعني في الغالب في حد من سيمبا كان بيتفرج على الاسبوع اللي فات. لانه في مشكله عند الاهلي احنا اتكلمنا عنها في مباراه الاسماعيلي، وقلت لك انه الاهلي عنده خلل ولو بسيط جدا في عمليه الضغط بتاعته. الخلل ده سيمبا اشتغل عليه، بس مش ده بس القصه، انه كولر كمان اشتغل عليه، عشان قلت لك المباراه دي كانت متذكره كويس قوي. كولر اشتغل على نفسه وسيمبا كمان اشتغل على نفسه، او اشتغل على النادي الاهلي. خلينا نتكلم في الحاله دي حاله تحضير لسيمبا، والاهلي بيضغط بضغط متاخر او متاخر في نص ملعبه، يعني زي ما كنا بنشرح المره اللي فاتت. نكمل اللعبه بسرعتها العاديه. قلت لك الخلل بيظهر لما لعيب من وسط ملعب الاهلي، نقف هنا معلش، لما لعيب من وسط ملعب الاهلي في الاربعه اربعه اتنين اللي كنا بنتكلم فيها المره اللي فاتت، لما لعيب منهم بيظهر بيخرج من مكانه، فبيضطر محمد عبد المنعم يامن في ظهره، او بيضطر المدافع يامن في ظهره. المره دي بقى كولر عامل شكل مختلف خالص، بدل اربعه اربعه اتنين المره اللي فاتت، كولر المره دي بيلعب بخمسه اربعه واحد. يعني رضا سليم واقف جنب كريم الدبيس كما لو كان رضا سليم هو اللي باك شمال، وكريم الدبيس هو اللي مدافع من ناحيه الشمال. وبالتالي الشكل ده سمح للنادي الاهلي انه لما نكمل اللعبه شويه نلاحظ بس اللعيب رقم 38 في سيمبا بيحاول يتمركز في المساحه. ارجع بس معلش انا اسف، ونوقفه وهو قبل الباص ما يتحرك. نلاحظ انه الراجل رقم 38 بيحاول يسحب رامي ربيعه، والرقم كمان 10 بيحاول، اسف رقم 11 اللي هو ميكيسوني، بيسحب كريم الدبيس عشان تتلعب الكره الطوليه اللي كان الاسماعيلي مستفيد منها. لو بصيت على رقم 6 اللي هو في دايره السنتر لوحده، ده الراجل ده رافع ايده اللي هو احنا متفقين عليها هتلعبها امتى. لما الكره اتلعبت الكره كما انها ولا كان في اي حاجه، لانه خلاص الاهلي مستعد. ليه مستعد؟ عشان لما واحد بيخرج من مكانه بقى فيه زي ما احنا الاربعه ورا. الاول لما كان واحد بيخرج من مكانه كنا بنبقى ثلاثه بس في مساحه كبيره. لكن لو هو مستعد رامي ربيعه زعلان ليه هنا؟ ارجع بقى كده كمل، هقول لك زعلان ليه. سلو موشن. ايوه بس كده، بس بص كده مش هي عادي كده. نكمل نكمل. سرامي زعلان، زعلان من رضا سليم، علشان كان رضا سليم المفروض يعدل جسمه قبل الكره ما تلعب. لما كنا بنتكلم قبل كده قلت لك طول ما اللعبه في وضع مفتوح، يعني لما يكون حامل الكره ووشه للملعب، المدافع محتاج يلف جسمه عشان يبقى متوقع التمريره اللي جايه وراه. فبالتالي رضا سليم كان محتاج بس يبقى واخد خطوه سابقه شويه، بس طبعا الراجل مش في مكانه اطلاقا، في دوره هو مش متعود عليه، ولذلك ده اللي كان رامي ربيع بيقوله له. لكن القصد الاساسي من الفكره دي اللي كولر كان عامل حسابه عليه هو ان احنا بس محتاجين لعيب زي رضا سليم، ايا كان بقى هو مدرك الادوار الدفاعيه او لا،
ان هو يملى لي المساحه دي علشان كريم الدبيس يبقى عنده مساحه سواء هو او رامي ربيعه ان هم يطلعوا يملوا المساحه اللي قدام خط الدفاع. هنا بقى اللعبه دي نفس اللعبه بالظبط بس هتبان اكتر مع ياسر ابراهيم. بص هنا سيمبا بيحاول يخلخل دفاع نادي الاهلي، بص رقم 38 بيحاول ينزل وبيسحب وراه ياسر ابراهيم، هيحاولوا يعملوها في كذا اتجاه. ميكيسوني بينزل وبيحاول يسحب وراه كريم الدبيس، بس بص بص بعد ما خريج كريم الدبيس خرج لسه نادي خرجوه من البوزيشن بتاعه بالظبط، لكن لسه الاهلي محافظ على تمركزه الدفاعي باربع لاعبين، وبالتالي سيمبا هيفضل يودي الكوره من يمين للشمال، كمل اللعبه زي ما هي بسرعتها عادي، هيودي الكوره من اليمين للشمال عشان يلاقي اي مساحه يقدر يخترق فيها النادي الاهلي. بص اول ما الكره بص اللعيب رقم 10 بيحاول يستلم هنا، لعيب ياسر ابراهيم قطع قدامه على طول، او ياسر ابراهيم كان في ظهره على طول عشان يمنع من الاستلام، وبالتالي سيمبا كان مذاكر خلل في نادي الاهلي، كان بيحاول يخترقه او بيحاول يخترق من خلاله، وكولر كان عارف كولر كان مجهز لان هو كان عارف ان دي كانت عنده مشكله، فبالتالي حط لها حل بديل لان هو كان متوقع انه هيقعد وقت اطول في النوع ده من الضغط. عمار اتفضل. طب سيمبا ده شكله الشوط الاولاني عشان ردا على على علاء تحديدا، يعني ده كان شكل سيمبا اللي نجح فيه تماما النادي الاهلي، بل بالعكس سيمبا ما عرفش يخترق النادي الاهلي تماما. عمل ايه الراجل بتاعه؟ عمل تغييرتين في منتهى الاهميه، طلع اثنين لعيبه من نص ملعب من ضمنهم لويس ميكيسوني، ونزل اثنين لعيبه، واحد نص ملعب بادوار هجوميه شويه ومهاجم صريح اللي هو اللعيب بتيشيرت رقم 4. الشكل اللي هتشوفه دلوقتي ده الفرق ما بين سيمبا الشوط الاولاني، تعال هنا بص الفرقين التغييرين اللي عملهم الراجل وضغط النادي الاهلي اللي تراجع جدا جدا فسمح لسيمبا ان هو يخش نص ملعبه. ده كان الشكل في الشوط الاولاني، سيمبا بيحاول يحضر، ضغط الاهلي كان عظيم جدا الى حد كبير، فبالتالي سيمبا مش عارف يطلع بالكوره زي ما هو عايز، هو ما عندوش غير الخطه دي، انا عايز اطلع بالكوره، تلاقي لويس ميكيسوني يستلم تتقطع منه الكوره، ترجع تاني للراجل اللعيب رقم 6، بص ينزل الراجل يستلم، حتى اللعيب رقم 6 بقى راح خلاص في الجناح تماما عشان يبتدي يسحب شويه لعيبه النادي الاهلي، لعيبه الاهلي واقفه في الميديم بتاعهم، الميديم بلوك بتاعهم او النص ملعب بتاعهم، وبالتالي ما كانش فيه اي خطوره تماما تذكر. ده الشكل اللي اختلف بالنسبه لسيمبا. نرجع ثانيه واحده بس كده، ماشي كده بقى احنا كده في الشوط الثاني وراجع عمل التغيير. ده اللعيب رقم 6، بص ضغط الاهلي بقى فين؟ بقى في نص ملعبه تقريبا. كمل بقى الكره، ده اللعيب رقم 8 اللي نزل كانوتيدا، هو صاحب الهدف الثاني تحديدا، الراجل نزل يستلم وخلى سيمبا يبقى عنده الاريحيه ان هو يبتدي يخترق دفاعات النادي الاهلي باكبر عدد ممكن. هو ده اللي سيمبا عايزه، انا عايز ازود، عايز اروح باكبر عدد من اللعيبه ممكن. فهتوقف هنا الكوره كام بالظبط كده، بص بقى كام لعيب، بقيت بهاجم النادي الاهلي بسبع لعيبه. ده سببه حاجتين، تغيير الراجل اللي قاعد بره بيشتغل بتاع سيمبا ان هو زود القوه الهجوميه بالنسبه له وعرف يحل فكره الطلوع بالكوره، بس برضه في الاول وفي الاخر سبعه والاهلي تسعه راجعين، مفيش مشكله، بس في الاخر لما بتوصل للمناطق دي في الاخر حتى بالتكتل انت بتحط نفسك في خطوره، لان كوره عرضيه زي دي بخطا تمركز او بخطا تشتيت او بخطا لاي مدافع من المدافعين لو كملنا كوره ممكن جدا تديك خطا، وده اللي هنشوفه على فكره جه الاهداف، رغم ان الاهلي كان متراجع بالشكل ده بشكل جيد ولكن الوضع ما كانش كده. النقطه الثانيه زي ما قلت لك تراجع الاهلي كمان في الضغط ومنع تماما التحولات بالنسبه له. هنا لما كان كهربا بيستلم بص كان لعيب عليه، الاهلي ما بقاش عنده تحولات لان رضا سليم هنا وتاو هنا، ال11 لعيب في الاهلي في نص ملعبهم، فواحده زي دي جاي منها الفاول اللي جه منها الهدف الاولاني اللي هيشرحه لنا علاء بعد كده. نروح للهدف الثاني اللي جه من تحضير، وصداقه الاهلي كان مريح تماما ازاي؟ ادى المساحه لسيمبا ان هو يخش بنفس عدد اللعيبه، ده اللي انا قصدي، ودي اللي هتيجي الكوره منها زي ما انت بتقول لي، طب ما حتى لو العدد كتير بالنسبه لسيمبا طب عدد الاهلي كتير اقل دلوقتي بالظبط، بص العدد كام؟ ست لعيبه اهو وفي السابع جاي، مع ان الاهلي مقفل على كل حاجه، ولكن واحده زي دي بتمريره من الراجل اللي كان عنده رقم 5 ده هيشوطها كانوتيه رقم 8، تيجي الركله ركنيه يجي منها الهدف الثاني. تيقن ازاي مارسيل كولر للنقطه دي بتغيير مروان عطيه وحسين الشحات لما خلى بقت 4-1 4-1، بقى عنده دايما لعيب زياده على لعيبه سيمبا، فبالتالي مروان كان عامل الستاره الدفاعيه دي قصاد الاربعه بتوعه، عشان كده اي لعيب بيحاول يفضي نفسه عشان يخش هتلاقي كوكا ومروان شغالين مع بعض، بص الراجل بيحاول يتسرسب مروان معاه، يرجع تاني لورا بقى ضغط النادي الاهلي اكتر كفاءه بكتير جدا من الحبه اللي جه فيهم الهدفين بتوع النادي الاهلي، وبالتالي سيمبا قاعد يعمل الهجمات دي كلها ما بقاش عنده لعيب فاضي في الملعب عشان يودي الكوره للشناوي، شكرا جزيلا خلاص انا منعت الخطوره تماما وقفلت الموضوع. يلا بروفيسور الضربات الثابته حبيبي، احنا الاهلي استقبل هدفين ولسوء الحظ الهدفين من ضربات ثابته، بس خلينا نبدا الاول باللي كان واضح قوي انها
خطه يعني متفق عليها. خليني اخد بس خريطه سريعه جدا لانه سيمبا ما جالهاش ضربات ثابته كتير قوي في المباراه دي. بس كان في فاول قبل الكورنر على طول. الفاول ده تقريبا تنفس فيه نفس الافكار. بس الخريطه دي مهمه قوي. دي العرضيات اللي اتعملت من سيمبا في الضربات الثابته. العرضيات نلاحظ ان اغلبيه يعني كلها متمركزه تقريبا في مكان واحد اللي هو على العرضه القريبه اي يعني ابعد من الشناوي. هو دايما سيمبا كان في المباراه دي بيحاول يبعد عن الشناوي. المعروف في الضربات الثابته لو هتلعب على العرض القريبه انت بتقلل احتماليه ان الحارس يشارك في اللعبه. وطبعا زي ما قلت لك هم مذاكرين الاهلي كويس فعارفين ان الشناوي جيد في الكرات العرضيه فكانوا بيبعدوا عن العرضه البعيده وبيحاولوا يركزوا على العرضه القريبه. تعال بقى نشوف الفاول اللي هو يعتبر فيه شغل شبه شويه اللي حصل في الضربه الركنيه. اولا بدايه خليني اقول لك نقطه مهمه جدا هو ان الاهلي عنده نظام لعب ما فيش صح وفي غلط طبعا في الضربات الثابته ولكن من وجهه نظر شخصيه هو عامل للاهلي مشاكل كتير الا وهو نظام مراقبه راجل لراجل يعني مان تو مان في الضربات الثابته. ليه النظام ده بالنسبه لي او من وجهه نظر شخصيه في مشاكل كتير؟ لانه سهل ضربه سهل تخترقه سهل تلعب عليه وسهل تلاقي منه تلاقي عليه افكار كتير. اللعبه دي واحده من الافكار اللي بيتم اتباعها في مهاجمه نظام راجل لراجل. اللعيب اللي واقف ده وفي المساحه دي هي دي المساحه اللي سيمبا هيلعب فيها الكوره. ايوه احنا ازاي نضمن 100% ان المساحه دي تكون فاضيه؟ بما ان الاهلي بيراقب راجل لراجل يبقى احنا نضمن انه في لعيب مننا هيقف في المساحه دي يجي له المان بتاعه وبعد كده ياخده ويبعد بيه. الراجل هنا واقف في مساحه مكشوفه جدا بيقول لاي حد امسكني. بص المساحه واضحه جدا محمد هاني هيجي يمسكه نكمل اللعبه. هي بتاخد وقتها بس. بتاخد وقتها عادي براحتها. محمد هاني خلاص الراجل اتاكد ان هو خلاص تم فرض الرقابه عليه هيبدا يتحرك محمد هاني ويتمشى بيه. بص هيبدا يتمشى بمحمد هاني علشان يخلي المنطقه اللي هم مستهدفين يلعبوا فيها اللعبه. نكمل اللعبه بسرعتها الطبيعيه. ده شويه اعتراضات كده ملهاش اي لازمه مع الحكم. بس خلينا بقى اللقطه اللي بعدها عشان لقطه مهمه جدا لما الكاميرا هتقرب على لعيبه سيمبا ولعيبه نادي الاهلي. وقف هنا معلش. ارجع سنه بس ورا سنه صغيره جدا. شوف ياسر ابراهيم بيشاور على الراجل اللي بيراقبه وبيكلم حد تقريبا من دكه نادي الاهلي بيقول له انا خلاص انا متكفل بالراجل ده. والثلاث لعيبه اللي قدام الحكم من سيمبا معاهم ثلاث لعيبه من نادي الاهلي. موقف راجل لراجل بمنتهى الوضوح. نكمل بقى اللعبه. ثانيه واحده بس معلش اتفضل. اقف بس اقف. المان تو مان ظهر قوي هنا مع اللعيبه اللي عند 6 يارد. الست يارده خلاص تمام. بس هنا مش شغالين بنفس السيستم. هم هنا شغالين حيطه قصاد حيطه. بالظبط يعني انجاز التعبير. بالظبط هو بقى صح كده. لعيبه نادي الاهلي لعيبه سيمبا واقفين ورا بعض زي ما بيسموها كده قطر او ستاك او ستاك. بالظبط واقفين ورا بعض علشان يخلي المدافع بتاع النادي الاهلي ما يبقاش متوقع هو هيتحرك في اي اتجاه. دي واحده من الاساليب برضو اللي بيتم استخدامها ضد نظام الراجل لراجل. اللعيب اللي في الظهر خالص ده اللي هو واقف في ظهر الراجل ده عشان كده قلت لك ناخد الزاويه اللي بعدها. ناخد بس اللعبه اللي بعدها. الكاميرا هتوضح كل حاجه. لا كمل بسرعتها العاديه معلش. بعدين بقى نيجي اول ما الكاميرا تقطع عليهم نبدا بس نحرك شويه بطيء شويه عليهم لما تقرب منهم. بص ديانج بيسال ياسر ابراهيم انت معاك الراجل ده؟ قال له تمام. ديانج هيلف يبص الكهرباء ويقول له الراجل اللي ورا ده رقم 8 ده معاك انت مركز معاه شايفه؟ بص رامي ربيع بيشاور ان هم اتنين ضد بعض وديانج هياكد لكهرباء بص بينده له كهرباء بيشاور له عليه كهرباء بالظبط. هنا بقى زي ما قلت لك محمد هاني ماسك الراجل اللي كان واقف في المساحه اللي هو بيحاول يخلوها. بصوا هنا بيعمل ايه؟ هو بيمنع محمد هاني يروح في المساحه اللي هو اكبره يخليها. وفي نفس الوقت لما الراجل بتاع ديانج جري والراجل بتاع رامي ربيع جري معلش نرجع بس ونقف عند السبوت هنلاقي ان اللعيب رقم 8 اللي كان ديانج بيشاور الكهرباء عليه هو ده اللي الكهرباء ما لحقش يشوفه عشان اللعبه كلها اتحركت. وبالتالي ده اللعيب اللي كان فاضي واللي لو كانت بيفضوا له المساحه بالظبط واللي لو كانت اللعبه كملت بشكل كويس كان استلم في مساحه كويسه جدا. لما نشوف بقى الكورنر هنلاقي ان خطتهم نجحت. ده شغل برضه بلطجه برضه شغل بلطجه كوره يعني. لا على طول بيحصل كده كل الضربات صوتها كده يعني. بس عشان الناس تبقى رابطه معانا يعني في واحد دوره انه اخذ هاني وبعد ما اخذ هاني كمان هو بيحاول يمنع هاني من المساحه دي بكل ما بحس ان الراجل اللي كان بيتشاور عليه ده جاي من حركه فيبقى اسرع بكتير. لما يقطع على القريبه هو اكيد هيبقى اسرع من اللعيب اللي واقف في مكانه مهما كان طوله هو عامل ازاي.
وفي نفس الوقت نضمن ان لعيبه النادي الاهلي ما تكترش في المساحه اللي احنا ناويين نهاجمها. المساحه دي مهتمين قوي ان هي تفضل المساحه فاضيه. عشان كده على فكره علاء بيقول لك ان نظام المان تو مان ده دايما اسهل نظام تضرب فيه، عشان كده اوروبا ماشيه دايما بالزور. اكيد اجزم انه برضو الفكره بتاعه تضييعات الوقت اللي حصلت ديت كلها مقصوده ان اللعيب ياخد هاني يسرح بيه شويه يرجع بالظبط، يطمن انه خلاص الراجل ده اتمسك من محمد هاني وبعدين يبدا يتحرك بمحمد هاني، ياخده من مكان لمكان ويتحرك بيه. يا الكوره بقت 100% بقت رايحه قوي 100%. انا هوريك بقى في الكورنر، الكورنر بتاع الاهلي تفصيله اللي هو الاهلي استقبل منه الهدف الثاني، احنا بنفتكرها احنا بنتفرج على الماتش كده ان هم ايه ده بيعترض ده بيتمشي عشان ياخد نفسه، بيكسبوا وقت طبعا. وفي حاجات بقى لها سنين وسنين بتحصل اللي هو رفعت الايد الواحده ليها طريقه، رفعت الاثنين ايدين ليهم طريقه، كل الحاجات دي طرق. اللي مش معروفه بقى هو انه اوقات يعني في ناس بتقول لك لو رفع ايده مثلا هيرفع قريبه، اللي مش معروف بقى انه اوقات بيرفع ايده عشان يديهم توقيت زي كلمه السر اللي هو التوقيت ده مين هيتحرك وممكن يرفع ايد ثانيه في توقيت ثاني حد ثاني يتحرك. لما تشوف بقى لعبه الهدف لا ده الجون الاولاني لسيمبا، انا عايز الكورنر. قلنا الكورنر اللي هو الهدف اللي الهدف الثاني بتاع سيمبا عشان هو تقريبا نفس الفكره بالظبط، دي من فكره مختلفه شويه. ماشي. لانه الكورنر بتاع سيمبا في برضه نفس الفكره في مهاجمه نظام واحد ضد واحد، انك ازاي تقدر تهاجم فرقه بتدافع ضدك بنظام راجل لراجل، لان دي هي المشكله الاساسيه بتاعت النادي الاهلي في الضربات الثابته من وجهه نظري. انا قلت لك مفيش صح وغلط في النقطه دي، ولكن الاساس بيقول انه طول ما انت عندك نظام واحد ضد واحد في الضربات الثابته انا كفريق مهاجم اقدر الاقي لك حلول اسهل. اشرح يا بيه. بص بقى الراجل ده الكاميرا طبعا هي كاميرا يعني مصعباها علينا وجايبها لنا من هنا، بس هي كويس كويس ان نشوف الراجل اللي بيرفع الركنيه ده، هو بيرفع عليه عشان هو بيديهم بس كلمه سر يتحركوا في توقيت معين. لانه لما هنشوف بقى من الكاميرا اللي هي بتاعت الاعاده، معلش بقى نكمل الجون بسرعته عادي، انا خدت بالي انت يومها يعني علقت بعد الماتش قلت هو مش ده اللي الاهلي كان بيجيبه محمد عبد المنعم بيقطع القريبه؟ هوريك بقى هو ازاي قدر يقطع القريبه بمنتهى السهوله. نكمل بقى اللعبه نشوف في الاعاده عشان بص معلش ارجع بقى ارجع سنة ارجع سنة. قبل راجل ملعب هنكتشف انه قبل راجل ملعب في اتنين من لعيبه سيمبا بيتحركوا لقدام. فين يا جماعه؟ نكمل بس بطيء شويه. اتنين من لعيبه سيمبا بيتحركوا لقدام، الاتنين اللعيبه دول واحد فيهم سحب رامي ربيعه من مكانه، خرجه من مكانه، اللعبه لسه ما اتحركتش، ما فيش اي حاجه حصلت. كمل اللعبه شويه هتلاقي في واحد متحرك متاخر سنه، اللي متاخر سنه ده هو اللي هيخطف رامي ربيعه. كمل بقى اللعبه، كمل اللعبه، ده اللي خطف رامي ربيعه. لما رامي ربيعه اتحرك بدري، اللعيب بتاع سيمبا لما اتحرك وسحب رامي ربيعه معناها انه اللعيب اللي هيتحرك في ظهره مستحيل رامي ربيعه يشوفه، مستحيل مش هيدرك حركته، وبالتالي في فرصه ان الراجل ده يخطف قبل رامي ربيعه. مستخبى بالظبط، هو فعلا مستخبي يخطف قبل رامي ربيعه، مفيش جامب اصلا، مستحيل. هو طويل برضه، كرة سهلة جدا، ده طويل ما شاء الله يعني، كرة سهلة جدا. نكمل بقى عشان اوريك حاجة كمان من نظام بلطجة الكورة. ماشي ارجع بس سنة ورا معلش. عجبك مصطلح ممتاز الصراحة، في شغل كده في بص بقى اليو ديانج، في اتنين قدام اليو ديانج منعوه ان هو يكمل مع لعيبه الاهلي، ما عرفش يمسك مين فيهم. لا ده هم واقفين قدامه، يعني لو رجعت سن بس ورا بالظبط، ما عشان هو دبابه جابوا له اتنين ما سابولوش واحد. يعني اللعبه اللي فاتت كان محمد هاني مع لعيب واحد، اتنين منعوا عملوا له سكرين، اتنين واقفين قدام ديانج عملوا له سكرين بلغه الباسكت علشان الاتنين دول يمنعوا اليو ديانج ان هو يكمل، وبالتالي نبقى ضامنين انه رامي ربيعه هيبقى هو لوحده بس اللي قدام، وبالتالي نقدر نخطفه عن طريق الراجل المهاجم بتاعنا. ده اللي حصل من سيمبا في الضربه الثابته بتاعه الهدف الثاني. الهدف الاول بقى في بقى مشكله ثانيه عند النادي الاهلي، وبرده محتاجين بما اننا في المراجعه النهائيه محتاجين كولر يبدا يركز فيها مع اللعيبه، الا وهي واحد من مبادئ الضربات الثابته او واحد من الحاجات اللي بيتم استخدامها في الضربات الثابته، مش عارف ايه دي بيستخدمها في الضربات الثابته. بتهاجمك ازاي؟ بتهاجم فعلا، بس انا مش راجل راجل. واحد من المبادئ بتاع الضربات الثابته الا وهي سيبها لي في الفاصل، خلاص في الفاصل هنتصرف بالله، لا اصطادها لك هنتصرف معاها. ماشي. الا وهي الموجه الثانيه، انه احنا لعبنا الفاول او لعبنا الكورنر والدفاع طلعها، هل كده الكورنر خلص؟ هل كده اللعبه انتهت؟ الاجابه الاكيده انه لا. نتفرج على اللعبه ثانيه عشان فيها تفصيله بسيطه جدا. يلا. طيب الكورنر الفاول ده مرفوع عادي جدا والدفاع الاهلي اتعامل معاه بشكل كويس جدا، بس الاساس بقى انه هنا اللعبه ما انتهتش. واحد من اهم مبادئ الموجه الثانيه من الضربات الثابته، معلش نرجع ونوقف بس كده قبل اللعيب ده ما يتحرك، انه لازم نعمل عدد تمريرات قليل علشان نبدا نوجه عرضيه ثانيه جوه منطقه الجزاء، وفي نفس الوقت اخطر لعيب في الموجه الثانيه هو اخر لعيب هيتحرك على اخر مكان في الملعب. اللعيب رقم 17 اللي هو اللي لعب اخر لعيب اتحرك، هو ده اللعيب اللي هو لعب الفاول الاولاني، هو اخر لعيب اتحرك على اخر زاويه الزاويه البعيده، وهو اللي عمل الاسيست بتاع الجون. نكمل بقى اللعبه. بص عدد تمريرات قليله جدا، اول ما الكره اتقطعت تمريره ثم عرضيه بشكل مباشر جدا عشان يبقى ده اخر واحد. نقف هنا معلش،
هنكتشف انه لعيبه النادي الاهلي في ثلاثه واقفين على ال 18 هم مش عايزين يكملوا هم ما عندهمش معلومه انه اللعبه لسه ما انتهتش وان احنا لسه محتاجين نرجع ندافع. فبالتالي الموقف جوه منطقه الجزاء 3-2 الاهلي. وبالتالي لما الكره راحت على الايم البعيد كريم الدبيس ده قدامه اثنين ما عندوش حل. وبالتالي لما راحت لده على ما راح غطى قدام ده بقى ده لوحده في حلق المرمى في اخطر منطقه ممكن نهاجمها. وبالتالي لازم النادي الاهلي يبدا يدرك انه مش معنى ان احنا طلعنا الكره من الدفاع انه اللعبه انتهت، لازم نكمل دفاع عليها. ما طلعوا على الصيع يا ابا ما طلعوش سهلين يا اخي. لا لا مش سهلين. لا سيمبا عملت مباراه في الضربات الثابته بصراحه ممتازه وواضح جدا انها مذاكره الاهلي كويس ومحضره افكار مش بسيطه يعني تستاهل ان الاهلي يبدا يركز معاها اكتر. عشان كده احنا حاولنا نبرزها قد ما نقدر في المراجعه النهائيه النهارده. طيب الاهلي يكسب كام؟ انا بقول هيكسب عموما. ها 2-0 2 ان شاء الله 2 او 3 كمان. ان شاء الله يعني. انا معاك 3 اه ماشي اقل. لا لا هو خلي بالك الاهلي طول ما معاك كوره قصاد سيمبا في القاهره انت تقدر جدا لو ترجمت اللي بيجي لك او ترجمت يعني 70% منه لا تجيب اكتر من كده بكتير. مبروك. نروح الفصل وبعد الفصل نرجع نكمل التحدي. طيب تعالوا نروح للزمالك ناخد برضو في تفاصيل المكسب والفوز الكبير والعريض للزمالك على سموحه نفهم منه برضو. اتفضل يا عم. الحقيقه ان الزمالك طبعا قدم مباراه رائعه بكل المقاييس امام سموحه ولكن اياك والخدعه. مش مقياس لسبب بسيط جدا. الزمالك نفسه مع اوزوريو نفسه هو مش ثابت على شكل. بمعنى عايز تقول انه مكسب الزمالك ده مش لا يشكل ال100% او لا يعتبر هو اداء الزمالك المستمر. برافو عليك. لان بمنتهى البساطه العناصر نفسها واحد مش اساسيه يعني العناصر نفسها مش ثابته معاك مش ده شكل فانت فضلت ماشي بيه فالاداء قل شويه فالاداء ارتفع شويه فالاداء بقى الشكل اللي انت شفته قدام سموحه خالص متغيرين. بالظبط. الراجل من حد دلوقتي هو بيؤكد كلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي انا مش هغير التشكيل. انا هغير التشكيل على طول مش هثبت قصدي على تشكيل فبالتالي على طول عمال يغير في التشكيل بتاعه. الزمالك قدام سموحه بدا بالثلاثه لا اشرح لنا على يلا تعالى نشرح على بتاع الجون الاولاني تحديدا هيحكي لك الحدوته كلها بتاعه الزمالك في المباراه دي. ليه بقول لك ما تتخدعش؟ لان الحقيقه سموحه عمل واحده من الكوارث في الهدف الاولاني تحديدا يعني هنا الزمالك قريب من بعضه والبسيط السهل يعني البسيط السهل بمعنى ايه هنطلع نشرح بس ثانيه واحده هنا قبل ما يروح لاوباما. عندي لعيب رقم المهاجم بتاعي اللي هو اوباما لعيب بيعرف يستلم بظهره كويس وبيسلم المان اللي قدامه. عندي اللعيب رقم 10 بص زيزو ومصطفى شلبي عكسين مراكزه. زيزو المفروض رقم 10 شلبي الجناح نفس الكلام الناحيه الثانيه شيكابالا وعمر جابر. فبقى عندي البلوفايه دي وتحتيهم عندي دونجا وعندي رؤى فثلاثه 2-4-1 كما يقول الكتاب. طول ما الكوره معايا الخصم بتاعي عمره ما يعرف يهددني وده اللي عمله الزمالك في الهدف الاولاني. نكمل بقى بالحاله هتلاقي الكوره رايحه على طول من عمر جابر هيرجع تاني المسلوسي لفتوح. بص فتوح عينه على مين اول واحد على طول حتى مع مصطفى شلبي فاضي نزل لاوباما ودي ميزه اوباما ان يبقى عندك لعيب بيسند. راحت الكوره تاني لزيزو كل ده الزمالك لم يفقد الكوره تماما. الكره اللي فاتت لو شفتها بص هنا لعيبه سموحه ما بتعملش اي حاجه في لعيبه الزمالك غير انها بتريحه بس. الزمالك عمال يودي الكره في يعني انت بتتكلم في كارثه من الكوارث. بص وقف ثانيه واحده كده بص الكره من دونجا لعمر جابر ببساطه شديده جدا انت مفيش يعني مفيش اي نوع من انواع الضغط مفيش اي نوع حتى من انواع ان انا اقفل مساحه التمريره فانت كل حاجه غلط. وبالتالي الكره اتنقلت من الشمال لليمين لحد ما راحت عدوا تقريبا في الكره دي بتاع 40 لمسه ولا 41 لمسه بس عمر جابر بيجري لشيكابالا منتهى السلاسه انت عارف ايه اللي هيحصل اوباما وزيزو واخدين للناس لحد ما مصطفى شلبي احرز الهدف. فاللي حصل كان ثلاث حاجات. اللعيبه فايقه جدا واضح ان لعيبه الزمالك كانت نازله رايقه ونازله قصده تدي رساله معينه بالشكل الجديد اللي معاهم دي نقطه. النقطه الثانيه الراجل حط اللعيبه في اماكنها الصح في المباراه دي بالشكل ده دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه سموحه ريح الزمالك على الاخر زي ما بيقولوا مفيش ضغط مفيش حتى محاوله ان انا اقفل التمريرات على نادي الزمالك وبالتالي كانت الشكل اللي انت شفته في الهدف الاولاني. اتفضل علاء بيه. انا عندي نقطه ضروريه مهمه جدا فيما يخص اوسوريو نفسه. انا عندي اقتناع شخصي انه في تحسن هيحصل في المستقبل عند اوسوريو
والتحسن ده انا مقتنع انه تغيير الافراد في المطلق العام ما بيحققش استمراريه او ثبات، ولكن الواضح انه سوريو عايز فكره معينه، وكل مره بيحاول ينفذ الفكره دي بيدور على مين عنده الملكه انه ينفذ الدور ده، فبيضطر انه يغير اللعيب. مؤخرا هو استقر على اوباما والراجل قال عنه كلام محترم جدا في المؤتمر الصحفي، وبالتالي متوقع ان احنا نتفرج على اوباما ثابت اكتر الماتشات اللي جايه. متوقع بالظبط كده بالظبط. في بعض الاسماء بدات تكتشف نفسها بشكل ثابت زي حمزه المستوسي، انت دلوقتي بقيت مطمن ان حمزه المستوسي في الغالب هيبقى اساسي. ماشي. مصطفى شلبي شلبي زيزو فتوح من زمان ماشي. اسماء مع الوقت بتبدا، عمر جابر بقى له اكتر من ماتش ثابت، وبالتالي مع الوقت انا شايف ان اوسوريو هيفضل هيوصل للشكل اللي هو محتاجه من الزمالك. الشكل المهم جدا بقى بالنسبه للزمالك انه اوسوريو بدا يشتغل على المشاكل اللي كانت بتواجهه في نظام الزمالك. خلينا بقى اشوف احصائيه سريعه جدا، هي احصائيه ممكن تكون متخصصه شويه او يعني مش سهل الناس تدركها، ولكن واحد زي اوسوريو عشان هو متخصص جدا وهو عارف نوع الكره اللي بيحب يلعبه، هو مهتم باحصائيات من النوع ده. إيه ده؟ الترتيب ده ده ترتيب الدوري المصري في احصائيه اسمها بي بي دي اي، يعني كل تمريره مقابل الفعل الدفاعي. بمعنى انا دلوقتي لو الزمالك عايز يضغط على سموحه كام تمريره؟ جايبين دكتور يا جماعه. احنا جايبين دكتور تحاليل مش هعديلك. طيب اتفضل يا دكتور. طيب يعني انا هعيش ولا لا؟ لا هتعيش امام. فلو الزمالك عايز يضغط على سموحه، كام تمريره الزمالك بيسمح بيها لسموحه قبل ما ينفذ اول فعل دفاعي؟ نلاحظ ان الزمالك ترتيبه دلوقتي متقدم، احنا الزمالك دلوقتي التاسع في ترتيب الدوري، يعني الزمالك ما بيسمحش بتمريرات كتيره في وسط ملعب الخصم قبل ما ينفذ اول عمليه ضغط. ده معناه ايه؟ ان اوسوريو كان عارف انه عنده مشكلتين في الزمالك طالما هو عايز يفضل محتفظ بالكره زي ما كان عماره بيقول. اولا ان لعيبه تخسر الكره بسهوله، وده اللي احنا سمعناه الاسبوع اللي فات انه التمرينات بتاعت الزمالك بقت شغاله حاليا على الباسنج جيم، اللي هو ازاي ندخل اللعيبه في التمريرات تمرير كتير. تاني حاجه انه لما هخسر الكوره هل هسيبها بسهوله ولا هبدا اضغط بشكل متطور وبشكل مكثف على الخصم عشان ما اسمحلوش يلاقي خط الظهر عندي. اللي انا شايفه ان الزمالك في نسق تصاعدي مع اوسوريو هيجي مع الوقت، لكن الملحوظه اللي مهمه جدا واللي كان لازم نقولها دلوقتي في المكسب الكبير اللي عمله اوسوريو هي اللي عماره قالها، انه مؤكد لازم تاكد انه القصه الكوره مش قصه واحده، الكوره طرفين، فسموحه قدم مباراه سيئه جدا ساعدت في ان الزمالك يكسب مكسب كبير، لكن في المطلق الزمالك عنده حاجات تتحسن بس مباراه سموحه مش هي المقياس. هات لي بقى الورقه اللي كان مطلعها الاستاذ من شويه. يلا بينا. معلش هاتهالي بقى تاني. يلا. اختم بس بيه. تاني كده. بي بي دي اي باسز بير ديفنسيف اكشن. اللي هي عباره عن ايه؟ كل عدد التمريرات اللي الخصم بيسمح بيها قبل ما ينفذ اول فعل دفاعي، يعني لو احنا عملنا اربع. اجمد واحد فيهم ومين قال واحد اجمد واحد؟ الانتاج الاتحاد السكندري، بس خلي بالك انه لازم تحط في دماغك معايا مهم جدا، الاتحاد السكندري ما بيضغطش من قدام قوي، فانت ماشي. لازم وانت بتحط اسم في عدد الباصات اللي بينقلها الاتحاد لحد ما يوصل لاول انتاجيه. لا لا العكس بقى، احنا دلوقتي ده معيار دفاعي. ده المعيار الدفاعي، يعني الزمالك رقمه 8 و9 من 10، الزمالك بيسمح قبل اول فعل دفاعي للخصم يعمل 8 تمريرات اللي هو ممكن بقى بعد 8 بعد 8 الزمالك بيبدا ينافس اول فعل دفاعي، اول حاله ضغط، اول محاوله عشان نقطع الكوره. دي ملحوظه مهمه جدا، والمدربين اللي بتحاول تطبق ضغط عالي لازم تكون حاطه المعيار ده في دماغها. يوم الاثنين الجاي يا دكتور تبقى تبتدي بالحاجات ديت عشان انا بحب الحاجات دي. خلاص علاء بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا ومتالق كالعاده. مكسب كبير بالنسبه لنا علاء، انا بشكرك طبعا وشرف كبير لي. بشكرك شكرا جزيلا، والصديق العزيز المتالق دائما عماره بشكرك شكرا جزيلا. مبسوط بالتناغم اللي ما بينكم، انتوا بتردوا على بعض بالحالات بالتجهيز، فده شيء عظيم جدا جدا. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي، نشوف بي بي دي اف اس.